اوكي اللايف خدام دابا بالفورج شي المره الاولى تقطع اللايف. اتمنى على الله ما يعاودش يتقطع مع المره الاولى كنت خدامي بالواي فاي. نتمنى على الله ما يكون هذه المره حتى مشكل في اللايف. مشيت عاد جبت كنت خدامي بالواي فاي مشيت عاد جبت واحد لاكارت 4G عشتو هاد لاكارت 4G ونتمنى على الله ما يتقطع ما والو هاد المرة. هادي هو الكومونتير مساء النور. واي خويا مرحبا بك واخا تقطع اللايف. كنت بغا غير نخدم واي بالواي فاي مع حدا الدار قلنا بلا ما نكونسوميو قلنا بلا ما نكونسوميو لي ميغا ديال الكونيكسيون. الساعة اضطريت نمشي نجيب واحد لاكارت واحد لاكارت عندي نديرو اللايف 4G ماشي تقطع الواي فاي ما عرفتش مالو. السلام بوسيمو مرحبا الدراري. كما قلنا بدلنا التوقيت ديال اللايف ردوه التوقيت المغرب ما بين 11 و 12 واخا اللي مشى يجي يدير معنا اللايف. هاد المشى هذا كان برزتنا في واحد اللايف شحال هادي الا عقلتو عليه. لايف جديد نبدلو التوقيت ديال اللايف ما بين 11 و 12 ديال التوقيت المغرب هي ما بين 5 و 6 العشيه. مزيانه ليا حتى انا الاخوان على حقيقه الشتا تنسالي النهار كامل كاع داكشي اللي عندي ما يتقضى هاد اللايف. مع الصباح بحال اليوم هذا الصباح زوين مشيت تمشيت جريت درت التجريه اللي كان موالف كندير يوميا تنتمشى كنجري. المهم واحد المشى هذا ديالنا عاوتاني القلق هذا هو المش ديال الكارتي اللي كيدير عندنا القلق لاي واحد مريح هنايا. ما تكونيكتيش مع الصباح شي حاجه مزيانه انك ما تكونيكتاش مع الصباح تبعد على الكونيكسيون تبعد على الفيسبوك اخيب حاجه وتبدا النهار ديالك بالفيسبوك ما ماشي تبدا النهار ديالك تقرا لي زيميل تبدا النهار ديالك تحل تشوف هاكا على الاول تشوف شي موبايل تشوف التلفازه شوف لا ما ماشي هاكا خاص تبدا النهار ديالك. مزيان اخاين نعسو حتى حنا بكري. نعس اخويا بكري انا مزاوق. الاخوان راه نص ديال عقلي مع اللايف ونص ديال العقل ديالي مع هاد المشا هذا. تحية خاي سيمو بيست عبد اللطيف. الله يحفظك خويا. السلام على كاع الدراري كاملين ما كنتش كنقرا. السلام 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 اعتذر اليوم. بعلي سليم انت اخي راك في ماليزيا راك زايد عليا بساعه يعني ما كاينش شي فرق بيني وبينك. الاخوان اللي في المغرب لا الله نايضين. السيمو بغيت نتلاقاو في بانكوك مستعد جيت لعندك بوكيت ورد عليا في الفيسبوك الا قريتي هادشي وبغيتي. اخويا مرحبا بك في بوكيت مرحبا بك في بوكيت في اي وقت. ايوا اخويا بواحد المناسبه واحد بالمناسبه فهمتي باش نوضح بعض الامور راه ماشي ما كنبغيش نتلاقى بالدراري كاملين ماشي ما كنبغيش نتلاقى بالدراري كاملين مي سي ميو كنتلاقى مع الدراري اللي كنعرف ولا اللي كيعرف شي واحد من اللي كنعرفو فهمتي. وكان انت غادي نستني وكتجي نقولوا انت راجل مزيان ولا اخر راجل مزيان ولكن كاينين ناس خايبين فهمتي. ما خاصش تلاقى مع اي واحد ما خاصش تعمر مع اي واحد لان الا رجعتي للماضي القريب كانت تشدد واحد الجماعه ديال المغاربه فيها امه ديال المغاربه في بانكوك من الناس اللي كيطبعوا لي كريديت كارد و تيزوروا لي كريديت كارد و السرقه ديال لي كريديت كارد كانت تشدات. وكان منهم واحد كان كونتاكتاني قال لي نتلاقى بك وقلت ليه لا وبقى فيه الحال على حقاش قلت ليه لا وبقى عندي الكونفرساسيون في سكايب. وفعلا ان البوليس كاين الفيديو ديال البوليس معاه حالين الكونت ديالو ديال سكايب. وهادشي راه اللي كنقول راه كاين الاخوان اللي عارفينو. الاخ مغربي تشد والبوليس مصورينو مصورين كاع الاستجوابات معاه ومصورين الاستجواب وما حالين الكونت ديال سكايب وكيدوزو لي كونفرساسيون. وملي كونفرساسيون اللي كون زادو شويه هادي تبان الكونفرساسيون ديالي معاه فيها اش عافاك راه باغي نتلاقى معاك وكذا كذا كذا. قلت ليه لا يمكنش اخا تلاقى مع اي واحد. والصديق ديالي راقي حتى هو فهمتي كان شحال من مره تيجي تيقول لي طنطان مغربي كذا خاصنا نتلاقاو به تنقول لي فين عرفتيه.
تقول لي عرفتو في فيسبوك، تنقول لي ما خاصش تلاقى بي لانك عرفتيه في فيسبوك. وإلا كان تعرف شي واحد من الناس اللي كنعرفوهم عندك عليه شي معلومات فهمتي، اما تلاقى تصور ان مثلا طريح مع هذاك تولي عنده نمرة. كنعطيك مثال، نعطيك مثال ديال ان هادو مغاربه تشدو فواحد سميتو نانا يرود هنا كيبيعوا الحشيش، كاع اللي عنده في لي كونتاكت ديال التليفون كلشي جمعوه دوز التحقيق. بين السر في الاخر ما جدوني للحبس، ولكن لاش غادي نمشي نتشد وعاد ندوز التحقيق وعاد ندوز الصداع وكذا؟ لا خا يقطع العلاقات ديالك، العلاقات ديالك حتى هما راعي لهم. ما تعمرش مع من ما. انا ما تنقولش لك انت خايب ولا انا خايب ولا الاخر خايب ولا الاكثريه خايب، ما كاين ناس خايبين وخاص الواحد تما يرد باله في الغربه فهمتي، ماشي مع من ما لقاتك الوقت، مع من ما لقاتك الوقت السلام سلام يلاه نمشيو. الواحد ديال فوت بريدون ما السلام، لكن شي خوت مغاربه في تايلاند راني باغي نجي نزورهم. لا اخو راه ما كتعرفش عند من غادي تجي، راه ما فهمتي ما تعرفش الوقت عند من غادي تجي. كل واحد ديال فوت بريدون هادشي اللي كنوصي كاع الدراري بالمناسبه. في ميريكان كنت تمايا كيجي شي اخ مغربي فهمتي تيسلم السلام السلام وكذا سميتو، راه خاصنا نتقهوى وخاصنا نقول اخويا واخ صافو كنقلب ما المهم كيما كتب واحد الاحتياط واجب والمشاكل المجانيه بلاش، راه كتبها واحد الاخ معاد العمراني فهمتي. الاحتياط واجب والمشاكل المجانيه ما عند الواحد ما يدير بها. ما هي افضل شركه سيبا بالنسبه للعرب؟ يا اخي لا يوجد فرق بين العرب والغرب، مع ذلك انت بغيتي تخدم على لا يوجد فرق بين عربيين وغربيين. كاين لا عاد لو بغيتي تخدم انت على لي زوفر اللي بالعربيه اللي كيمستهدفين الدول العربيه. ما اخويا اش غادي نقول لك، هو كاين كليك ديلر في دي زوفر للدول العربيه والغير العربيه. لا باغي تخدمي على الدول العربيه نصحك بعربي ادز. اشنو اخر ماكس بونتي ما فيهاش الدول العربيه ولكن كتقبل العرب. المهم ما عرفتش انت السؤال ديالك سي بي ا دومين ساتوريتد. لا خويا ما تساتوراش وما عمر ما جيت تساتورا، ولي زوفر يوميا خارجين وكاع الدول وما يمكنش تساتوري كاع الدول. اللي كلتي تساتوري يعني بحال بغيتي تساتوري العالم كامل، وامبوسيبل تساتوري العالم كامل. يقدر يكون تساتورا في ميريكان ماشي تساتورا، باقي الخبز ما باقي حنا كنجيبو الى يومنا هذا. ماش نقول لك تساتورا، لا قلت لك تساتورا غادي نكون كنكذب عليك. الماركت فيه منافسه، في منافسه في ميريكان بزاف، كندا استراليا انجليز في منافسه، ماشي نقول لك تساتور. ولكن في دول اسيا ودول امريكا اللاتينيه وداك الشيء هما لي زوفر بحال كيخرجوا، والدول العربيه لي زوفر ديال السيبا بحال كيخرجوا، والمنافسين الكبار هما المراكنه وهما الاسيويين اللي جاي نفسك في السيبا وعندهم البيدجي وعندهم وهما دي جروب كيخدموا. ما تيجيوش ينافسوا في الدول العربيه، يعني ضرب يدك في الدول العربيه في السيبا ما حد باقي ما يدار. ولي زوفر ديال فلسطين خرجوا هذه سيمانه الواحد يستافد منهم، وراه بيان سور تشارلز ان جي وما تيجي نفسك في فلسطين لان ما عنده لا عربيه لا التيم ديالو تيتقن العربيه لا فهمتي، وما تيفكر فيها هي 10. فلسطين اول مره يبانوا في هذه الزفر ديال السيبا بالمناسبه، والواحد يضرب يديه ما حد باقي. الامارات باقي سميتو، وقطر يوميا الحمد لله كنضربوا فلوس في قطر. الاردن حتى هي فيها الخبز. اللي بغيت تحرك الدراري كاين ما يدار، واللي بغى يبقى يسول راه يبقى يسول. تحيه من الالمان تي ما انسبريغي صراحه بوغ شونجي مون ستيل دو في بون كونتينياسيون. تبارك الله عليك خويا، راه هذا هو الهدف ديال هذا اللايف. هذا كنقول راه الا شونجيتي كل نهار واحد ودازت واحد 30 يوم ديال اللايف شونجي 30 واحد، واخا متاكد النتيجه ان شاء الله تكون اكثر. لا شونجيتي 30 واحد هذاك هو الفضل. وفي الاول والاخر كما قلت البارح، ما هذا اللايف هذا الا زكاه علم، واللي عطى اللي عطى سميتو كياخذ، الا عطيتي غادي تاخذ. بغيتي تاخذ كلشي وتخبع كلشي راه ما غادي تاخذ في الاخر حتى حاجه. صباح مبارك، صبحنا على با سيمو. مرحبا خويا سيمو، بديت البارح في اف بي ادز، درت حمله في التيشيرت ديالي مي دغيا صرف 6.20 دولار فاصلة 20 سنت وما جاب والو، زيرو كونفرشن فور. واش اجي غير نكمل ولا ماشي هي هاديك خويا؟ نقول لك واحد القضيه في فيسبوك ادز كيغفل عليها كلشي كيعجبو. هادوك الارقام اللي كيطلعو تمايا ديال مثلا
تيقول لي باغي تطلع لي راه تارغيتي شي امريكان تارغيتي العيالات بغيتي تبيع التيشيرتات شي عيالات تيقول لي كاينه 93 مليون ديال العيالات في امريكان تقول اه تبارك الله غادي نتارغيت هادشي ما بين 20 عام الفوق 18 عام الفوق ما بقيتش عاقل تقول اه تبارك الله 93 مليون مزيان كبر من المغرب تيمشي كيكتب في داك الانترس كيكتب مثلا مثلا هيلاري كلينتون باغي يبيع هو التيشيرتات تاع هيلاري كلينتون ولكن ملي كتكتب هيلاري كلينتون كتجيب حتى الاعداء ديالها لان فيسبوك في الزانتيرا تلقى داك العدو ديال هيلاري كلينتون حتى هو مشى دار ما حملهاش ومشى دار لها لايك لاباج ديالها باغي يتابعها شنو كدير على الاخوان كان واحد الفيديو بارطاجا الاخ بلال كيدوي على الافينيتي راه فريمون هذاك الفيديو مهم الا بغيتي تارغيتي شي حاجه كتمشي كتقلب على شنو اللي فيها الافينيتي عاليه مثلا بغيت ندير الفيشينغ هو شرح بواحد المثال زوين قال لك الا بغيتي دير الفيشينغ داكشي ديال الصيد ومشيتي درتي الفيشينغ انا داير الفيشينغ لايك ولكن دخلنا عليك بالله الا تنعقل ملي كنت في عمري 16 عام هي فاش قصت الصناره تكون مره واحده في حياتي في البراج ديال سلاب المناسبه هذيك هي المناسبه الوحيده اللي قصت فيها الصناره في حياتي وتا انا الا مشيتي تارغيتي شي صحاب الفيشينغ غادي حتى انا غادي تطلع ليا اعلان واش انا كندير الصيد راه ما كنديروش يعني حتى انا متطفل وملي كتمشي كديروا الاخوان فيسبوك اه كتارغيتو المتطفلين والمتطفلين كثار والمتطفلين ما كيشريوش لان اصلا انا غير مهتم بالصيد ولا عمري فكرت نصيد غير انا غير متطفل انت خاصك تجري على المتطفلين ملي كنكون بغيت نخدم فيسبوك اه خاصك تجري على المتطفلين باش كتجري على المتطفلين كتولي كتارغيتي شي كلمات صعاب مثلا كتارغيتي شي بطل العالم في الصيد اللي داز في السبعينات لان التاد ديال دابا تلقى عند المتطفلين قليل اللي كيعرفوا ما عدا شي صياده قدام ولا كتمشي كتكتب كما شرح الاخ بلال كتمشي للفيسبوك ادز اودينس كتمشي وكدير اين دوله باغي تارغيتي امريكان كتشوف شكون هما الناس اللي مهتمين بالفيشينغ بزاف كتلقى مثلا تيبداو من 28 عام ل 40 عام هذا مثال كتمشي تدير فيشينغ كيطلعوا لك كتمشي كتقلب على شنو هما لي باج اللي معروفين بزاف تيدخلوا لهم صحاب الفيشينغ غادي دير افينيتي غادي تلقى دي باج اللي كيدخلوا لها صحاب الناس اللي مهتمين بالصيد فريمون هما اللي غادي يطلعوا لك تمايا هذوك هما لي باج اللي غادي تارغيتي الا كنتي كتبيع شي برودوي ديال الصيد الا كنتي كتبيع شي صناره ولا 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 طعم ديال الصيد ولا شي حاجه غادي تارغيتي دوك لي باج هما اللي غادي تكتب في الانتيريست هاكا غادي توصل للناس المهتمين فريمون بالبرودوي ديالك اللي غادي يقدروا يشريو اما الاخوان اللي كيجي تيبيع يبغي يبيع التيشيرت تاع هيلاري كلينتون وكيدير في الانتريست هيلاري كلينتون كتضيع اخويا وقتك ولا كتبغي تبيع الفيشينغ شي برودوي ديال الفيشينغ وكتمشي كتكتب في الانتريست فيشينغ ولا صناره ولا طعم ولا اي حاجه كتضيع وقتك لان المتطفلين كثار فهمتي ما عنده هو حتى غرض مثلا بحال كتبتي بغيتي تارغيتي الناس اللي عندهم فيراري راه الاكثريه هي متطفل على الفيراري الاكثريه ضرب لايك في لاباج ديالو ماشي تجي تارغيتي فيراري لاباج ولا تارغيتي فيراري انتر غادي يطلعوا لك يقدر واحد ومطارك مطارغيتي واحد فهمتي عاطل عن العمل وراك مطارغيتي حتى هو باش فهمتي نشرح لك هذه القضيه ديال التارغيتينغ ادفانس يعني الا بغيتي تارغيتي الناس اللي عندهم فلوس كتمشي لشي حاجه اللي غير هما بوحدهم كيعرفوها مثلا كتمشي لشي شي نوع ديال الباطوات ما معروفش فهمتي ديك الكلمه تعرفوها غير هما ديرها في الانتيري تمشي مثلا مشى ليا واحد السميه ديال المواكن ماشي الرولكس لان تارغيتي الرولكس كاين المتطفلين بزاف واحد النوع ديال المواكن مشى ليا سميتو عاد ولا اشترى الراجل المهم قليل اللي كيعرفوا اجي تو افود المتطفلين بالي سالي ما عندي ما نقول اخويا خاص تبعد على المتطفلين فهمتي خاص كلما الادس ديالك كيطلع للناس اللي مهتمين كلما الكونفرشن تكون عندك طالعه وكلما الفلوس اللي كتصرفها كتجيب واحد المردود السلام باغي نعمل موقع ديال الارتيكلز باش نربح منه شنو احسن هوست ممكن واش نقدر نخدم على السيو باش نزيد الترافيك وبشحال الميزانيه نقدر نبدا اخويا السؤال ديالك فهمتي بحر ارتيكلينا نوع ديال لي زارتيكلينا مجال ديال الموقع اين هوست الا جاتي على الهوست نعطيوك الهوست في الاولى غادي تبدا انت على الله بادي الا مشيتي لهوست غيتور شير هوستينغ ب 4 دولار ولا 6 دولار في الشهر كافي
السيو، بما انك تدوى على الارتيكل سي لا هو السيو ولا بد منه، ميزانيه باش تقدر تبدا، يقدر الى كان يقدر الى كان الا كنتي الا كنتي قادر تصبر تبدا تب 20 دولار فهمتي، مساله ديال واش انت قادر تصبر، اما يعني الا كان البروجي ديالك هكا باغي تبداه وعندك واحد الطموح ديال جيت قد واحد السيت ديال لي زارتيكل وجيت بقات تكتب لي زارتيكل وتبقى تكتب اخ لي زارتيكل لواحد المده ديال واحد سيم وعاد تبدا تقلب على النتيجه ولا واحد الثاني عاد تولي غادي مزيان، راه يقدر تبدا اليوم ب 20 دولار ماشي مشكل، يعني باش تشري هوستينغ ويقدر تطل هوستينغ تشري شي هوستينغ من najahost.com ب 100 درهم للعام. What do you think of Moroccan MLM companies؟ خويا جاوبت على هذا السؤال هذا باش نختصر لك، ما كما كنقول ديما انا ما عمري ما غادي ندوي على الشركات تاع الام ال ام في المغرب ولانه هما لهم مغاربه، وكما تنقول ديما راه واحد السيد بعيد على الصداع وباغي يسلاه بلا عناب وما ما عنده فهمتي ما عنده ما يدير بالمنابحه مع شي واحد اخر. تلخص لك الامر، انا ما عمري ما انفيستيت ولا رجعت اللايف ديال شي يومين ثلاث ايام هادي دويت عليهم بزاف، ما عمري ما انفيستيت في شي شركه الام ال ام وما عمري ما غادي انفيست باش نسدو هذا الباب هذا. علاش راه دويت شي ربع ساعه في واحد اللايف فات؟ علاش انت اخويا مهتم بداك الشيء الله يسخر لك، مي فريمون اللي نقدر نقول لك هو اللي حسبها بعقلو، كما قلت في واحد اللايف تحسبها بعقلك تلقى داك الشيء الروينه، لان اللي كيخدم عقلو كما شرحت بواحد المثال بسيط ديال 10% في الشهر، الا كانوا هذوك الشركات تعطيو 10% في الشهر 10% في الشهر، يعني دابا الا عطيتهم 10 المليون خاصهم يعطيوك مليار من هنا 5 سنين، واش اي واحد حط معاهم 10 المليون غادي تولي مليار؟ فكر مزيان في هذا السؤال هذا، فكر مزيان في هذا السؤال هذا، ما يمكنش فهمتي. وكاين الناس اللي مشاو في هذيك الطريق وحسبوها وصافي هو فهمتي، رجع اللايف اللي درت شي يومين ولا ثلاث ايام هادي ولا شي واحد من الاخوان يبارطاجي الا كان عاقل فاش بقيت كندوي على، مي شوف اخويا ما يمكنش ما يمكنش، وانا ندوي على راسي انايا، انا ما عمري ما انفيستيت في شي شركه ديال الام ال ام جامي، وما عمري غادي انفيستي في شي شركه ديال الام ال ام انا. سيمو واش لي سيت ديال نيوز بيبر فيهم الارباح مزيانه؟ خويا الا كان نيوز بيبر شي سيت ميريكاني ولا كندي، الاودينس ديالو في ميريكان ولا كندا ولا داكشي، اما اخا الا سمعتي الارقام فاش كيدو كاع الجرائد المغربيه، ما يمكنش نقولها ولكن كنعرفها كاع الجرائد المغربيه لان عندنا صحابنا كيخدموا فيها، فهمتي توصلوني لي شيفر ضعيفة بزاف، من الجريدة رقم واحد من الجريدة رقم جوج فهمتي، يعني يقدر شي واحد تيدير الافيليت ماركتينغ من الدراري صحابنا ولا من الدراري اللي كيسمعوني دابا، راه يكون كيصور اكثر من شركة كاملة خدامة فيها أمة ديال البشر وجريدة رقم واحد وجريدة رقم جوج، يكون كيفايتهم وبزاف، أنا فهمتي الكليكة في المغرب ضعيفة بزاف الكونتوني، يعني الا كنتي باغي دير الحرفه ديالك هي الكونتوني في المغرب راه ضعيف يعني المدخول ضعيف بزاف ماشي شويه ضعيف بزاف، هادشي اللي نقدر نقول لك، الارقام ما نقدرش اخويا نقولهم لك لان فهمتي الناس اصلا منوع تبارطاجي مع شي واحد الارقام ديالك ديال ادسنس الكليك هذاكشي، انا الدراري فهمتي تبارطاجيو معايا كاين اللي قاعد تبارطاجي معايا سكرين شوت من الايرنينغز ديال الشركه وما داكشي يبقى سري فهمتي بيناتنا، اي باش تنعرف تناخذ فكره على المارشي شنو فيه. كيفاش how to market e-commerce offers from سوق without breaking their rules؟ خويا سوق شحال هادي ما خدمتش انا عليه، شي عام هادي بالضبط ما عرفتش النيو رولز شنو هما، مي راه فيسبوك ادز ما تيبانش لي تبريكي حتى رول، الا كنتي باغي تخدم سيريو غنعطيك انا واجي كنا خدامين عليه مؤخرا، كنا خدامين حملات ديال ايفون وسامسونج وكانت كتكونفيرتي وكانت خدامه مزيان وكتجيب المبيعات وغاديه مزيان، دونك كنا خدامين جمله طبيعيه عاديه ما فيها مبريكين حتى شي رول. اشنو هي الان؟ اشتري ايفون في السعوديه التوصيل بالمجان والدفع عند التوصيل بالمجان الى باب البيت والدفع عند الاستلام، جمله واضحه
كانوا الناس كيقراوها تيدخل تي لانه في الاخر بغى ايفون تيعجبو راه تيشريه فهمتي توصلوا حتى لباب الدار تتشجعوا بديك الدفع عند الاستلام يعني توصلك لباب الدار هادشي كنا خدامين نفس القضيه سامسونج كنا خدامين نفس الجمله غير بلاصه ايفون حطينا سامسونج وكانت كتكون فيرتي وكانت غاده مزيان وكنا كنتخلصوا بالمناسبه على الكوست بير كليك عاد كنتخلصوا مي بيان سور هاد العرض هذا ما جاش تلقى هاد العرض هذا كان ما بين واحد الشركه تعاقدت معاهم ديريكتلي وكانوا خاصينهم انكريزيو الكونتيتي وجاو عندنا قال لك الله يحفظكم تعاونوا معنا على هاد اما هو الاوفر بحال هكا تخدموا بنفس الوقت بالسي بي سي كنا كنتخلصوا بالكليك في الاول لان انا كنصرف ما نبقاش نتسنى حتى نولي تنجيب الكونفرشن وما تحسب ليا الكونفرشن حتى توصلوا السلعه لدارو وياخذها من عندك ويخلص عاد شكون انت بقى نتسنى كان هادشي كامل بيان سور هادشي كترضى عليه في لو ديب لان ما كتكونش معروف مي وما كيكونش عندك العلاقات دابا الحمد لله كاينه العلاقات نيتورك فهمتي عندها الاوفر قالت لي السيمو اللي كاين ما قادرينش نجيبوا الكونتيتي اللي مطلوبه باقي شريط عندنا الخبز لا فيك ما تجي تاكل قلت لهم واخا مرحبا نجاوب على واحد السؤال بالي ترتد بزاف بقيت شاد قدامي خويا السيمو بور لا كرياسيون دو سوسيتي بور ان سيت او كوميرس ضروري من الناحيه القانونيه واش ضرورية من الناحية القانونية واش انت مشيتي للتايلاند على لي زامبوزيسيون دو تخدم على خاطرك واش انت مشيتي للتايلاند على تخدم على خاطرك وشكرا اخويا الله يسهل عليك والمغاربة كاملين اللي بداو في الدومين تيدعيو معك الله يحفظك اخويا خويا نبداو من الاول واش الشركة لا بغيتي دير سيت او كوميرس ولا بد من شركه خويا نقول لك الا كنت باقي صغير كدير بيعه في النهار جوج حتى لخمسه في النهار ما تحتاج شركه يعني يقدر تدخل عليه في ديك الاطار المقاول الذاتي اللي دار دابا المغرب فهمتي يعني راه من حقك تعطي فاكتوره ودير ليها هكا وهكا ودوزها في اطار انت راك مقاول ذاتي وكتبيع ولكن اخويا اللي ننصحك هو تكون اون ريغل ديما حاول تكون اون ريغل ديما لان فهمتي هادي ديما دير بالله راه شي نهار يقدروا سيرتو ملي كتولي معروف يقدروا يطيحوا عليك يحيدوا لك كلشي وهاد القضيه هادي خاص تعلمها من توني روبنز لان توني روبنز فهمتي من الناس اللي طرات ليهم ما تحاولش ديما كون اون ريغل ما تحاولش تضرب من الضرائب ما تحاولش من اطار ما تحاولش الا كثروا عندك المبيعات وعرفت راسك سيريو حل اخويا الشركه راه الشركه ماشي شي حاجه راه دويت عليها البارح باش تحل الشركه راه ماشي شي حاجه الا كنتي فريمون خايد سيريو وبداو عندك المبيعات بداو الاخوان ديما تنقول ما تحلش الشركه وانت باقي ما بديتيش ماشي تنحل الشركه عاد نبدا خدام الفيسبوك ادز وعاد نبدا نبيع جيب البرودوي وحاول تبيع ولا بالك راسك راك غادي مزيان وبالك البوتونسييل وبالك ما يدار ديك الساعه غادي نباني واحد الاخ كيكتب بزاف بغيت نربح مليون دولار في نهار واحد بانيتو عاد نكمل لك الجواب الا بان لك اخويا البيع الا بان لك البيع غادي بان لك البيع غادي مزيان حل الشركه علاش لا المهم ما تحل الشركه قبل ما كاين لا بيع لا والو لان الاخ بزاف د الاخوان كيتسرعوا كيحلوا شركه يا راه ماشي الصعوبه هي تحل الشركه الصعوبه هو كيفاش واش عندك شي استراتيجي د ماركتينغ باش تبيع لي برودوي ديالك في الاول والاخر لان راه 100% ديال الشركات كتحل يعني الشركات اللي كتحل 95% ديالها كتسد ما كتكملش العام هادو لي ستاتستيك رسميين 95% ديال الشركات كتسد ما كتكملش العام و 4% 5% المتبقيه 4% منها كتسد في 5 سنين وكتبقى اي 1% اللي كتبقى مكمله انا نبغيك باش تكون سيور انت واش من هاد 1% اللي غادي يكملوا وتوكل على الله قضيه السؤال ديالك الكماله وجيتي للتايلاند اخويا جيت للتايلاند مرتاح هنايا عايش بخير ما خاصني التاخير ما فهمتي انا نعطيك مثال في المغرب واش كنت غادي نبقى نجري وادي نهز التليفون كندير اللايف ما فهمتي هنا واحد الامان هنا واحد الامان فهمتي انا واحد الامان وماشي هي امان هو واحد راحه بال في الاول والاخر انا واحد راحه البال ما كاينش عندها كاع حتى شي قيمه
مع مولاي نطرتي شي يقول لي علاش ما تعيش في المغرب، ما خاصك تاخير اصلا، سامح في طوموبيلتك في المغرب. كنمشي كنلقاها نزلات لان كنخليها 8 شهور حتى العام، كنمشي كنلقى الروايض فهمتي مبيسين لان راه مسد عليها في الكراج كتبقى فهمتي. تمشي تقول لها علاش طوموبيلتك مخليها ملوحه هنايا، لي زابارتمون ديالك غمالو، اش هاد الروينه سيدي خليه، لان ماشي طوموبيلتك هي اللي مهمه واسميتو، لا المهم هو راحتك. فريمون هنا كاين واحد الامن لا يعوض بثمن، كاين واحد فهمتي، كاين واحد الناس كارمي واحد الدرجه ما كتصورش. ما المهم شوف كل شيء خا يباين من اللايفات، راه كنخرج في الشارع هز التليفون، راه ما كتخافش واحد يطيروا ليك. الدار هي لهذا الشيء، راه الا مشيت راس الصبابط محطوطين مورا الطوموبيله تمايا، محطوط كاع الناس، كاع الناس فهمتي، هادي يبان لك الصبابط قدام ديك الدار، هادي يبان لك الصبابط محطوطين الصبابات، محطوطين كل شيء، محطوط الصبابات الصنادل كل شيء على برا، يعني يدوز وهز، ولكن ما كاينش اللي تيجي يديرها فهمتي. ما كايناش في الثقافه هذه اللقطه ديال تشفر الصبابط، كاينه فريمون في الجوامع يقدر، ماشي هنايا في الدول العربيه، ولكن تسرق صباطه صاحبي من قدام دار حشومه، تمشي هنا قدام تشور راس الصبابط يملاوحين، الصبادريات يملاوحين، ما يجيش شي واحد يهز لك شي حاجه. هذا خاي هو فهمتي، هذا هو السبب الرئيسي. الشعب مع من كتعيش كيدير، الشعب مكالمي، ما حرمتش صوتك، ترفع صوتك بزاف في الخرج الشارع ما يعطيش لك واحمق، ما كيناش فهمتي. المهم شوف كل واحد اش كيرتاح، ما تنقولش لك هنا مثالي وهنا زوين وهنا هكا، هنا مزيان، ولكن على حسب انت عقليتك كي دايره، على حسب عقليتك كي دايره، على حسب الشعب اللي غادي يجي يناسبك. انا هاد الشعب مناسبني اخويا، انا باغي سله بالعناب فهمتي، باغي الكالم، باغي نعيش في الكالم. نوض مع الصباح نجري ندير واحد الميديتاسيون ونرجع للدار نتكالما، نمشي مع ناس زوينين، نجلس مع ناس زوينين، ندخل في حالي، نعس الغدلين، نبدا نهار جديد. باغي فهمتي حياتي تكون كالم. هنا الناس مكالمين، ما عندهمش مع الصداعات والمشاكل والغوات وداك الشيء. ويقدر ما يجيوكش مناسبين. مثلا صاحبي شيري مول الكاسكيطه فهمتي، يعني راه عندي الدراري صحابي من كاع التوجهات بالمناسبه، كاين تندوي انا وياه، هو هاكا جملة ديالو شوف اخا سيمون، انت ما تصلحش لك المغرب، انت كالم، خاص تبعد وتخليني انايا، انا اللي تنتفاهم مع هادو، انا اللي تيعجبوني هادو، انا اللي عاجبني هادو، انا تنصلح للمغرب. قلت له اخويا الله يسخر لك، انا فغيمون كنحييك، مي انا فغيمون ما نقدرش نعيش هنا. نشوفوا الاسئله. اريد منك ان تدلني على دوره تعليميه عن كيف ابيع في امازون. خويا قلت لكم كتكتبوا اسئله طويله، نبدا نجاوبكم بالزربه شويه بشويه. كاينه اميزينغ سيلينغ ماشين دايره 5000 دولار، هي باش بديت انا، ما بيان سير ماشي في استطاعه الجامع. لقيتها تورانت واحد الوقيته، راه بانوا لي الخوت مسربينها تورانت من هنا ومن هنا. ضرب اخويا ضرب، حتى نهار تير فلوسها وسير شريها من عند مواليها. بيان سور ماشي كاينه شريه، كاين لا مشيتي ليوديمي كنت شرينا دوره اخرى ب 300 دولار، كنا شرينا غادي تسنى شي كوبون يطيح ديال يوديمي، قدرت تشريها ب 30 ولا 50 دولار وبدا. هادشي اللي نقدر نقول لك. اوكي دابا تحدثني عن التجربه لك مع نفس الموقع. خويا التجربه راه ديجا تندوي عليها، التجربه اللي مزيانه وتعلمت منها بزاف هي ارغان. ارغان كانت اول تجربه في موقع امازون، خديت ارغان صيفطو، راه غادي ترجع اللايفات اللي فاتوا ديال 3 ايام اللي فاتوا، غتلقاني كندوي شويه، كل مره كيسول شي اخ كنجاوب فهمتي، لان تيقول لك كيفاش تصيفط السلعه، كانوا اسئله بزاف جاوبت عليهم، كيفاش كتصيفط السلعه، كيفاش كيعرفوا السلعه راه ديالك، شحال، كل شيء جاوبت عليه، شحال كيتجاوبت على شحال كيتقام ارغان كذا، ما نصحش الواحد يبدا بي علاش كذا، هادشي كامل جاوبت عليه في اللايفات اللي فاتها الاخ. كما قلت لك بدا خويا بشي دوره، الله يجعلك تلقاها في التورنت. انا شخصيا شريت الدوره ديال اميزينغ سيلينغ ماشين ب 5000 دولار، وكما قلت شريتها طفول، وحق الله شريتها طفول. ديك القضيه ديال شوف، هما حاطين لك 30 يوم الريفاند، يقدر يبان لك داكشي مبرا، شفت بيان سور ما يعطوكش الفصول كامل، غادي يعطوك جوج ديال الفصول الاولاني في ديك 30 يوم، انت من ديك جوج ديال الفصول غادي تحكم. انا اخذت جوج ديال الفصول الاولين عجبوني، واخا ما فيهمش دي انفورماسيون بزاف، مي ديجا كانوا امثله سبقوني في امازون، بانوا لي مشاو مزيان. قلت ثاني تمشي 5000 دولار، وملي جيت تمشي 5000 دولار غادي نتقاتل نعرف كيفاش نجيبها، ملي ما نخلص والو ما غاديش نجيب والو، لاني اصلا ما خلصتش، ما عنديش بحال قلتي، ما كاينش ديك روح
شي حاجه مشات ليا خاصني نردها. خسرت 5000 دولار، خديت اميزينغ سيلينغ ماشين، جلست قريتها سيريوزمون، شفت البرودوي الاولاني هو ارغان، واخا هو في الدوره اللي خديت انايا كيقول لك ما تبداش بارغان، ما انا تحتي مني بجيت بارغان، خسرت 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 خسرت، لان في الاول ما سهلاش المنافسه في ارغان، كنت ملي كندير الاعلانات كنت كنخرج خاسر كنخرج خاسر كنخرج خاسر، بقيت غادي في خاسر في خاسر في خاسر في خاسر، ولكن كنت كنبني البرودوي ديالي وكنبني ليماج ديال البرودوي ديالي. ابخي صافي وصلت لواحد المستوى ديال المرابح ما خاسر، وقفت. علاش علاش وقفت البرودوي؟ لان كانوا شي ناس عارفينه، كانوا شي ناس فهمتي ممكن نسميهم منافسين، تيعرفوا البرودوي ديالي، هو شتي البرودوي ديال السيم هو هذا في امازون، والله الا هو بيان سور ما عيش عليا نكون خدام شي واحد حط عليا عيني وفي الاخر غادي يمشي حتى هو يدير كوبي كولي. سمحت في داك البرودوي وبديت عاوتاني ازيرو، ولكن فاهم عرف شحال غادي نخسر هاد المره، بقيت خاسر خاسر خاسر، رجعت للزيرو. لان نقول لك القضيه دابا شحال ما تسمع خاسر 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 ما تيفهمش هاد خاسر، لان مثلا دابا في الاول ملي كنخسر في الماركتينغ كنخسر باش نجيب الكليان، ولكن الكليان اون فوا كيجي كيشري تيشري الزيت كتعجبو الكاليتي مره اخرى كيجي كيشريها. وارغان ماشي هو واحد الحاجه اللي كتشريها مره واحده في حياتك، يقدر هادي تسالي لك القرعه الحمد لله، يقدر هادي تسالي لك القرعه تعاود تكوموندي قرعه اخرى، غادي تسالي لك القرعه خاص تكوموندي قرعه اخرى. بيان سور انت ما تفهمش هذا الشيء، انا ما نفهمش هذا الشيء، ما هذا الشيء هو اللي بان لي في السيكولوجيا ديال الزبون ديال ارغان. كنشوف بلي زبون واحد شرا من عندي 4 شهور متابعه 5 شهور متابعه 6 شهور متابعه، الاكثريه ديالهم عيالات، العيالات العيالات راه كتبقى كتشري الماكياج حياتها كامل، ما عمرك كتوقف من تشري الماكياج. وارغان حتى هو واحد الحاجه اللي داخله في البرودوي ديال الماكياج ديال التجميل اصلا، في ارغان كاين في في امازون في الكاتيجوري ديال البيوتي ديال التجميل. دونك كتبقى تشري كتشري كتشري، مي انت في الاول خسرتي عليها الفلوس ديال الماركتينغ باش تجيب داك الصابون، خسرتي عليه الفلوس ديال الماركتينغ. ابخي ما تيبقاش محتاج للماركتينغ، كيولي كيجي كيقلب، لان القرعه باقا عنده مكتوبه فيها السميه، كيمشي كيكتب السميه ديال ديك لا مارك كيدخل كيشري ديريكت. دونك مزيانه لك صافي، وليت فاهم الماركت ديال ارغان كدا، عرفت راسي شحال غادي نخسر، شحال من ريفيو غادي يخصني، كيفاش غادي نجيب الريفيوات، كيفاش 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 كيفاش، هادشي تعلمته من المره الاولى. ولا البرودوي عاوتاني البرودوي الثاني اللي ما عارفو حتى واحد، لان كما قلت لك البرودوي الاولاني ما بغيتش شي واحد يبقى عاس عليا، البرودوي الثاني اللي ما عارفو حتى واحد صافي ولا مشى مزيان. و ابخي كما اللايفات اللي فاتت راه غادي تسمع شحال من برودوي درت والله يسخر، يرحمك الله، الله يحفظك اخويا. تحيه من ورزازات من قلعت مكونه اخويا السيم، الله يحفظك. الناس تورزت الله يعمرها دار اخويا، فهمتي المغرب كامل الناس الله يعمرها دار، وفين ما مشيتي كينطبوا حجره، ولكن الناس تورزازات، الناس ديال ورزازات حاجه خاصه ما كنتش كنعرفها انايا. مي واحد البروف ديال الماتش فواحد الوقيته كنا كندوي على خاصنا شي واحد الثقه، ويقول لي شتا خاصك شي واحد من الناس ديال ورزازات. قلت له كتشي كيفاش هاد الناس ديال ورزازات، علاش شنو كيتميزوا هاد الناس؟ ولكن دارت الزمان ودارت الوقيته ولا قالتني بالناس ديال ورزازات، الله يعمرها دار. هادشي اللي نقدر نقول لك، والله يعمرها دار اخويا السيمو. لماذا يقوم المعلنون بالدفع مقابل التحميل او ملء الاستماره او شيء اهم وهم يمكن ان يدفعوا اقل كما يفعل المسوقون الذين يسوقون لعروضهم؟ لا اخويا، لان لا فكرتي، هادي كتفكر بالعقليه ديال، هادي بتفكر بالعقليه ديال 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 لافيليات، دوك الناس فاجو ديك لي طاب ديال لافيليات. لان 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 ملي اجي تكون ملي تكون ميرشنت كتفوت هذيك العقليه ديال علاش كيخلصونا باش نديروا لهم هادشي، علاش ما يمشيوش يديروا لراسهم؟ لان الا مشى تصور معايا، الا مشى يديرها بوحدو غادي يحل الكونط واحد ديال فيسبوك هادس، وغادي يحل الكونط واحد ديال افازو، وغادي يحل الكونط واحد ديال جوجل ادور، وغادي يحل الكونط كونط كونط، وما مساليش اوبتيميزي ويسطع راسو ويهرس راسو. كيجي كيقول لك من الاخر هاك البركه الفلوس سير خدم، كيولي واحد 1200 كونط ديال الفيسبوك خدام ليه، خدامين ليه تيجيبوا ليه، وتيولي واحد 1000 كونط تاع ادور خدام ليه كيجيب ليه. هما دوك الناس كيضربوا على الكونتيتي، راه لي شيفر ديالهم كبار ماشي صغار، راه ملي كدوي على على شركه اللي تابع البايدو، دو براوزر ولا دو باتري ولا دو ديك لابليكاسيون اللي كانت كتخلصنا 0.20 دولار على حسب الدوله على كل انستالاسيون، راه عندهم دابا 450 مستعمل، 450 مليون مستعمل، 450 مليون مستعمل. ما يمكنش يديروها بوحدهم، لا خاص فهمتي خاص
وكما تسمع الاتحاد قوه وما كي ما عارفين بنادم ماشي يتحد دونك خاص بنادم فهاد الوقت لو بغيتي يتحد خاص تميزي ليه دونك يميزيو لينا باش حنا كنخدموا معاهم باش في الاخر كيصنعوا دوك النتائج الكبار باش في الاخر كيبيعوا الشركات بدي بليون ديال الدولار كما دابا بايدو راه بدي بليون ديال الدولار كتعطى ما بغاش تبيع وباش توصل لهاد الرقم هذا كما كنقولوا 450 مليون اكتيف يوزر اللي مانستالين لابليكاسيون اكتيف ما سهلاش 450 مليون انستالاسيون وملي كدوي على يو سي براوزر غنعطيك مثال اخر يو سي براوزر كنت كنخدم معايا حتى الصيف اللي فات الصيف اللي فات درت مع ارقام زوينه شتي وا بدات دابا شويه هذا النوض مشي في حالي يا اخوان هذا النوض نمشي ندخل للدار نكملوا هذا اللايف هذا في الدار بدات شتي وا معلي الروينة فريمون الروينة ديالو بصح قرايت لي ما الدنيا فهمتي ما الجمع كترون بالزربة السبورة اللي تندوي عليها ديما السبورة قدام في الدار تشوف السبورة قدامي حتى في البيرو ديال في البيرو ديال الكووركينغ سبيس تا هو السبورة قدامي واو صبار صبار الصال شالو الكليماتيزور عاد نكمل هاد اللايف المبارك السلام عليكم الله خويا سيموش طرت شي سقوط المواقع البارحة لا خويا لا ما 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 فهمتي شفت تويتر طاح باي بال طاح سميتو طاح فهمتي الحدابة خدامين سي بي الناس الادفيرتايزرز اللي خدامين معاهم حتى واحد ما طاح ليه الزيت وحنا ما كنتخلصوش باي بال ديريكت الناس اللي تعرفهم تيتخلصوا باي بال ديريكت تهرسوا الناس اللي خدامين شوبيفاي كاين اللي قال لي طاحوا ليه الارقام ملي سيتا شوبيفاي طاح ولكن ما الحمد لله ما كان حتى مشكل وحنا كنتخلصوا من السيمانه للسيمانه من الشركه تاع السبا الدراري شي عاد تكتب افازو كيفاش خاص نطابيها في جوجل خويا افازو كي كتكتب ا في ا زد او افازو ا في ا زد او كنتي في يو سي براوزر اي اخويا رجعوا ليو سي براوزر كنا خدامين مع يو سي براوزر كنجيبوا ليه لي زانستالاسيون يوسي براوزر دابا راه كيدوي على داك العاد داك العاد خليته قال لها مبروك وحنا البراوزر اللي كملنا داك العاد اللي كنت خدام معاك كملنا 600 مليون انستالاسيون وتخيل معايا راه كيفاش تجي تجيب 600 مليون واحد انستالي لابليكاسيون ديالك اللي جيت تخدم بوحدك ما يمكنش تخدم بوحدك خاص تخدم معاك الناس وما تخش تربح بوحدك خاص توكل كلشي سي المهم انت غادي تجي لبانكوك لا خويا حتى شهر 12 غادي نجي لبانكوك ان شاء الله لان تنتسناني في بوكيت باقي ليا 12 يوم غادي يجيو الدراري صحابي غادي نمشيو لماليزيا اندونيزيا فيليبين فيتنام كامبوج لاوس غادي نسرحو في دول اسيا وحتى شهر 12 غادي نرجع خويا فضل التحفيزات حققت احلامي حققت حريه ديال الماديه حققت حلمي كوني في فريق قناه هل تعلم بفضلك انت قد طارت إعلامي لأول مرة سنوات كلها صبر كفاءة أتمنى تبعث لي طلب أخويا أجي ندير لك واحد اللايك على التعليق الله خالي مشى التعليق ديالك عيت ما نجرو يلا كيدوز عاوتاني كيمشي معليش تابع لي دازا ندير لك لايك حتى الاخر خويا تبارك الله عليك جو سوي سير خدمتي اللي خدم ماشي انا اسمع نكونوا ما تقولش لي الفضل ليا انايا الفضل ما عمره يكون ليا انايا الفضل اجي يكون لك نتايا الفضل واخا يكون نتايا كما كنقول ديما راه ملي كنقول راه عاونت واحد فلان دار شي حاجه ولا
فلان هو اللي عاون فلان حتى دار شي نتائج، راه ماشي فلان فريمون هو اللي عاون فلان، مي فريمون داك فلان كيخدم. ولا كان شي فضل ليك عليه غادي يكون عندك الفضل عليه 10%، غادي يكون فريمون كاين الفضل، ولكن الفضل هو على 10%. اما 90% المتبقيه راه خدمه ديالو هو، راه ما عندك ما دير، راه ما اما راه 70000 واحد تعاود ليه في اللايف وتيشوف اللايف وتيشوف فيديوهاتك في يوتيوب، والاخوان الكيز الفيديو ديال اللايف ديالي كيرفعوا في اليوتيوب، فهمتي؟ قاعد شي تشاف، ولكن راه فهمتي كاين الناس اللي كتشون، كاين الناس اللي كتشونجي راسها. ديك الناس اللي كتشونجي راسها راه 90% الخدمه ديالها، مثلا فلان هو اللي سميتو، لا هو لا انا لا غيري. سيمو كتعرف هاد الكور ام زيد افيليت بوت كامب ديال لا خو والله ما عرفتو. فضل الله ابو محمد الله يحفظك، تاجي تاجي مزيان. فضل الله، شوف الفضل الله، وشنو قال لك الله؟ قال لك خدم وهو معك، وقال لك خدم فهمتي وراه كيشوف هو الخدمه ديالك. الفضل بيان سر الله، ولكن الله ما قالش لك راه نعس وانا غادي ندير بانيك في الاخر الشهر. الله قال لك تحرك وادي وادي عاونك. خاصي وقت الخدمه حتى العشاء ندير ريبلاي. خذ راحتك اخويا، راه اللايفات كاملين كيبقاو مسجلين. خويا سيمو شي نصيحة على الدروب شيبينغ؟ الله يجازيك بخير خويا. الدروب شيبينغ النصيحة اللي ننصحك هو تمشي تسمع الدورة ديال الأخ بلال، ماشي الدورة، فيديوهات هو يبلوداهم شي جوج فيديوهات، تسمعهم توكل على الله ديريك. تبدا تحط سبورة، تحط قدام، ماشي سبورة، ماشي كلشي تمشي تشري سبورة هي شوفها. أجي من بعدها باش ما يبانش أشنو، وراه كل حاجة مكوشي، كل حاجة فهمتي، ورقه وستيلو حتى هما، ورقه وستيلو ديما حداك، ديما حداك في المكتب خاص يكون ورقه وستيلو. وقبل ما تخدم، قبل ما تشعل هذا المشقوف هذا، قبل ما تشعلوش، لان شتي الا شعلتي هذا، الا شعلتي هذا وانت ما عندكش البلان مشيتي، الله يرحمك ويوسع عليك. بحال شي واحد مشى، بحال شي واحد مشى شي بلاصه وما عندوش شي هدف، ملي كاين فوا كتشعل البيسي صافي مشيتي. خاص ما تشعلش هذا حتى تكتب البلان ديالك. اليوم شنو ناوي ندير؟ ها شنو ناوي ندير؟ ناوي نقرا الدوره ديال بلال، واحد جوج ناوي، ما ناوي والو، نشوف الدوره ديال بلال اليوم. غدا غادي نسجل في شوبيفاي، غادي ناخذ داك التريال ديال 60 يوم. ثلاثة غادي نانستالي دوك لي بليجين وداكشي. أربعة غادي نشوف شناهو هذاك فيسبوك أز باش مسطعين لنا راسنا. خمسة عاود بقى تحط تسجل داكشي، وغادي طريح، غادي طريح ملي تبدا خدام. واحد درتها، جوج ما درتهاش، خاصني نديرها، خاصك ديرها. ما درتيش هادشي اللي هنايا راه والله لا درتي شي نجاح، ولا ما غادي دير حتى حاجه، لان داكشي اللي في الكتاب هو اللي بحال قلتي ستيبس اللي غادي يوصلوك لواحد النتيجه. ما كديرهمش، ما لان بزاف ديال الاخوان دابا راه كيحلام وتيدير وكذا، ولا ما عندكش شي بلان شادو في يديك في ورقه ولا في سبوره ولا عندك واحد المرجعيه، كتلف. لان راه في اي حاجه كتلف، كتلف كترجع باش تضبط راسك، كترجع لواحد المقياس، تترجع تتقيس راسك مع داكشي اللي كاتب. لا والله الا زقلت الطريق، لا خاصني نرجع نقاد هادشي، والله الا ضيعت اليوم، ضيعت اليوم ساعه، هادي انا حياتي، هادي حياتي الخاصه. اليوم ضاعت ساعه من حياتي، ضاعت. الناس جالسين في الكوركينغ سبيس خدامين، انا جالس كنشوف الفيديو ديال الرضواني مع تيجيني. صيفطوا لي واحد الاخ الله يسامح، صيفط لي كيفاش، قلت له تراني مبلوكي كيفاش بوانكم، راه مبلوكي فهمتي، مبلوكي في البيسي ومبلوكي في الروتر ومبلوكي في كلشي، ما يمكنش ندخل ليها. قال لي يلا نصيفط لك اللينك ديال اليوتيوب، سمع زرفني ساعه ضاعت. مي ابخيش رجعت درت عاوتاني، قلت اجي هيا فين انا، اش كنت علاش جايك، علاش جيت هنا اليوم، ها علاش جيت، ورجعت عاوتاني ليطاش. هادشي اللي غادي نقول لك، شوف الدوره ديال الاخ بلال، الفيديوهات ديالو، بدا توكل على الله، بدا كيفاش نبدا السي بي ا ونصحني خويا، تبدا السي بي ا نفس القضيه، غادي تمشي غادي تشوف الدوره ديالي، الدوره ديالي ولا الدوره ديال واحد السيد سميتو احمد الغانم، ولا الدوره ديال الصديق ديالي هاني حسين. عندك ثلاثه الدورات، تشوف منهم وحده، غتمشي غادي تحل مثلا ما عرفتش الدورات ديالهم تستفاد ديالهم، بالتالي غادي ندوي على الدوره ديالي، ويقدر يكونوا الاخرين احسن مني وما كاينش مشكل يكونوا احسن مني، سير عندهم هما في جميع الحالات. الدورات كامله فابور، غادي تمشي مثلا غادي تهز الدوره ديالي، غادي تقرا، غادي تشوف الفصل الاول تفهم شنو هو السي بي ا، غادي تفهم كلشي، غادي تفهم، غادي تبدا الفصل الثاني شنو هما الشركات ديال السي بي ا،
اللي ممكن تسجل فيهم غادي تسجل في شركات ديال السي بي ام، ولا عندك تسجلت ولا عندك كونت. فصل 3 عروض وكيفاش تجسس على العروض، يفهم الكونسيبت. الفصل 4 و5 غادي تشوف داكشي ديال التراكينغ وكذا. حتى هو حاول تنستالي شي حاجه ديال التراكينغ، تقاتل معاه واحد يومين 3 ايام 4 ايام تتفهمها. من بعد خاص تدوز انك الفيسبوك ادز، خاص تبدا تحط دي كومبين، كومبين كل نهار، كومبين كل نهار، وغادي تمشي بعيد. يعني هادشي اللي تحطو عاوتاني انت في ورقه وستيلو، غادي تكتبو قدامك، غادي تبقى غادي في البلان، تبقى تسول راسك واش فريمون كملت هاد البلان هذا وما نجحتش، ولا راني كنحلم. الا حطيتي هاد البلان هذا وحطيتي بعد ما فهمتي كلشي وحطيتي واحد 30 يوم تجرب حمله كل نهار $24، قسما بالله حتى دير شي حاجه نتائج زوين. بقيتي بحال كما كيديروا بزاف ديال الاخوان. هادي طبيعيه، ما تنقولش بزاف الاخوان، يعني هادي طبيعيه في الحياه. ما يمكنش كلشي ينجح، لان ماشي النجاح صعيب، ولكن كلشي ما كيطبقش داكشي اللي خاصك باش تنجح، لان كلشي كيفكر بزاف وما كيدير والو. غادي تحط 30 يوم الخدمه، راه غادي تمشي في حياتك بعيد. بقيتي كتفكر بزاف وما كدير والو في الخدمه، راه ما غاديش دير والو. باش نعرف شي نيت ديالي مربح في الدروب شيبينغ قبل ما نخسر عليه الفلوس والوقت، مستحيل مستحيل. ولا طرات صدقات، ولا طرات راه صدقات. غنقول لك كيفاش تعرف شي واحد في الدروب شيبينغ مثلا ممكن دير، ممكن ماشي سير من الاولى تمشي غادي تصدق، غادي تمشي غادي تقلب على سميه ديال شي برودوي، غادي دير حداها فري شيبينغ في فيسبوك، غادي يطلعوا لك الناس اللي كيبيعوا. مثلا تصور تلقى شي كومبين تلاح تير شهر هذا، واخر لي كومونتير اللي عندها باقي عندها لي كومونتير اليوم، وباقي عندها لي كومونتير، وباقي عندها لي لايك جداد. دونك هاد السيده هذا خدام وباقي خدام وباقي كياكل الخبز، دونك ممكن تزاحمو. هادي طريقه، ولكن في الاول والاخر هو ماشي الا جربتي داكشي ديالو وما صدقش غتمشي تنزل الريدو، لا. غادي تجرب هنا وهنا 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 وهنا، غادي تجرب واحد 5 لي برودوي، غادي تفهم بزاف د الحوايج وغادي تمشي بعيد. وقضيه اخرى هي ماشي غادي تجربهم في فيسبوك ادز كما كنت كنشرح في الاول بالطريقه اللي كيخدموا بها الاخوان، لا، تخدم فيسبوك ادز بالطريقه اللي قلت، الطريقه اللي رشدتها. قلت سير رجع للفيديو ديال الاخ بلال، غتمشي ترجع للفيديو ديال الاخ بلال الطيفي، غتلقى راه شرح شنو هي الافينيتي، التارجيت الافينيتي، غادي دير كل انتريست بوحدو باش تعرف شكون هي الانتريست اللي كتجيب. هادشي هو اللي خاص دير خويا سيمو، راه مازال ما فهمت الفرق بين السي بي ا والافيليت خويا، باغي نجاوبك. وفي نفس الوقت كنقول يعني راه واحد التقليبه في جوجل غادي تجاوبك، ولكن غادي نجاوبك انجاوبك. الافيليت اخويا واحد السيستم اللي اول واحد صنعو في العالم هو امازون. امازون كانت في الاول فهمتي حل السيت ديال البيع، هو يقول علاش تبقى خدام على الماركتينغ، ممكن يجيو الاخرين. الا جاب شي واحد شرا ايفون نعطيو واحد النسبه من داك الايفون، نعطيو واحد النسبه من الفلوس اللي دخلاتني. جا شي واحد شرا بورطابل، شرا بي سي، شرا كاميرا، شرا شي حاجه، نعطيو واحد النسبه. هذاك السيد اللي جا الناس هنا طبيت كتحل السيتات، كتدي الناس لامازون، وامازون كيخلصهم بيان سور كونتر بارتي فلوس من دوك. تجد مثلا انت جبتي الناس صرفوا هاد الشهر هذا $1000، تيجدها تعطيك منها واحد النسبه مثلا $60 $80 على حساب كل سميتو، على حساب شحال وصلتي ديال المبيعات، تيخلصك واحد البورسونتاج كيعطيك 6% ولا 8% ولا 9%، المهم على حسب. هنا نضو بزاف الناس نقلوا هاد السيستم ديال الافيليت منجح. يعني افيليت ماركتينغ، افيليت هي المشاركه، ماركتينغ يعني غادي تولي بحال اللي كتي مشارك في الماركتينغ وكتاخذ واحد الكوميسيون. هنا الافيليت ماركتينغ سالات القصه، كتاخذ كوميسيون، هذا هو الافيليت ماركتينغ. سي بي ا هو كوست بير اكشن كما شرحت في الفصل الاولاني، غادي تخلص على كل اكسيون، ما غاديش نبيع، ما غاديش نشري، غادي تجيب واحد غادي دونلودي غادي تخلص، غادي تجيب واحد غادي تيليشارجي غادي تخلص. تيليشارج ولا دونلودي بحال هاد الانشطراج، ما تدوش عليها ضرب نهار كامل ديال قدام الخدمه في البي سي. كتجيب شي واحد كيتسجل في شي اوفر كتخلص، ما كتسناش انه يشري باش تاخذ كوميسيون. هذا ما كان، وكلشي ممكن تقسموه يا اما افيليات يا اما سي بي. وبالمناسبه راه سي بي ممكن تسمى حتى هي افيليات. الدراري شي واحد يورينا كيفاش نانستاليو سي بي في لاب نولد في الدومين، الله يتوب عليكم خويا. كما كيتانستالا هذا كما كيتانستالا هذا، غادي تمشي تقلب على البي دي اف اللي كيوريك السيتاب، ولا الفيديوهات اللي في يوتيوب كيوريك كيفاش تسيتابي
سي بي في لا بغيتي تانستالي كيما كي تانستال هذا كيما كي تانستال هذا خويا سيمون صيفط لك $100 ويسترن يونيون وانت تصيفطها ليا باي بال الله يبارك فيك ولا انصحني بشي واحد نتيق فيه. خويا اجي تمشي ما فهمتي ما 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 فريمون ما ما كان ما كنديرش المعاملات الصغيره ديال $100 و$200 وكنتعاملي مع تتعامل في مبالغ كبيره ولكن ماشي هادشي ماشي يعني ما تجرش داك ما غادي تمشي للجروب ديال اسك نور داكس غادي تسول توريك الاخوان هما ديال البشر عندها باغا تبيع باي بال عندها باي بال باغا تبيعو هما ديال البشر هي الموجوده يقدر دابا يبداو يصيفطوا لك هما ديال البشر باغا تبيع باي بال موجودين. انا عندي 14 عام واش نقدر نبدا في السي بي ا؟ خويا عندك 14 عام غادي تجا في قرايتك ان شاء الله تكمل 18 عام غادي دير السي بي ا ودير كل شيء ما تزربش. بغيتي تبدا ومتحمس من دابا سير اخويا على الله توكل على الله حل لكم بسميت باك ولا امك وبدا كما كنت انا درت ملي كنت في عمري 16 عام. المهم ما يليكش هادشي على قرايتك في الاول والاخر. سي مو واش خصني باش نحط الخوت كيدوزوا الاسئله بالزربه واش نحط واه مشى السؤال خصني باش نحط فلوس باش انفيستي في الدومين من بعد ما نقرا في السي بي ا. خويا السي بي ا كتانفيستي تتانفيستي في فيسبوك ادز ولا تتانفيستي في افازو ولا كتانفيستي في شي سورس ترافيك اخر مشاو كاع من الافكار ولا تتانفيستي في اي ترافيك سورس اخر كتانفيستي فلوس في الترافيك باش تجيب الناس هادشي اللي كاين يعني ماشي كتانفيستي فلوس في شي شركه ولا شي حاجه. ولا بد خصك الفلوس باش تشري لي فيزيتور انا يعني حيت حنا كنتعاملوا مع فيسبوك ديريكت كنخلصوا فيسبوك فيسبوك كيصيفط لينا الناس ولا كنخلصوا جوجل جوجل ادورد جوجل كيصيفط لينا الناس يعني ولا بد خصك فلوس بيان سور خصك فلوس لو بغيتي تجيب فلوس كثار يعني مثلا تصرف ماشي فلوس كثار يعني تصرف $1000 تجيب 50000 ما كايناش. انا الاخوان المعدل اش كنقلب ونصرف $1000 نجيب 1200 الا جبت 1400 تندير بحال هكا كنحمد الله وكنشكره جبت 1200 راني جبت 1200 راه راني مزيان يعني باش نتفاهموا 20% ارواي راه مسلكاني وكثر من سلكان هاد الطريقه تعمل لاندينغ بيج جزاك الله خيرا اخي الا قلت لاندينغ بيج ديال السي بي ا غادي تشوف غادي تشوف اد بليكسيتي وغادي تك على دوك لي باج كاملين تسرقهم وتعاود تموديفيهم حتى انت تردهم ديالك. بغيتي لاندينغ بيج لاندينغ بيج باش دير شي اوفر تاع كليك بانك ولا اي حاجه لان دابا لاندينغ بيج فيهم جوج فيهم ديال السي بي ا بوحدهم واللاندينغ بيج ديال لي برودوي باغي تشرح شي برودوي وتبيعو بوحدهم. لاندينغ بيج ديال السي بي ا ديما كيكونوا فيهم عليها انا مابقيتش باغي نخدم السي بي ا ديما فيهم غنسموها ديريكت القوالب مثلا السيد كيجي كتقول ليه راه شارك وجرب حطك يقدر تربح ايفون دونك تولي كتقول ليه مبروك راك ربحتي ايفون تقول ليه دخلت تسجل في هاد لوفر هذا باش تاخد ايفون يعني كذبتي هاكو دايرين لي لاندينغ بيج تاع السي بي ا. ولا كتقول ليها راه الموبايل ديالك ضربوه 7 الفيروسات والتصاور ديالك راه غادي تسرب وتنشر في الانترنيت والفيديوهات ديالك و فريمون خا هاد المجال هذا ولا تيخلع. وشنو اخر والسيم كارد ديالك غادي تخسر دونك تيليشارج هاد لونتي فيروس يعني كتجلي الارهاب باش هو يتيليشارج. اجي هادو جوج طرقان لاندينغ بيج ممكن تقادها ب انستا بيج كي قالت لي لاندينغ بيج وواحد اخر نسيت سميتو قلتو فواحد اللايف ليد بيج ممكن تقاد به لاندينغ بيج نقيه وانستا بيج تا ممكن تقاد به لاندينغ بيج نقيه. هادو الناس اللي خدامين في لي برودوي ولي لاندينغ بيج نقيين لي لاندينغ بيج ديال السي بي ا وباش تنجح في السي بي ا دوك راه بوحدو خويا منين نقدر نشري باك لينك باش نطلع السيت ديالي الله يحفظك خويا. غادي تشري باك لينك اولا شي سيت كيهتم بالمجال ديالك غتمشي تقلب على السيت ديالك في جوجل احسن طريقه باش تشري لي باك لينك غتمشي تقلب على الكيورد اللي باغي تطلع فيه غتمشي تقلب على الكيورد اللي قرابين ليه تشوف الدومينات اللي طالعين هما الاولين تشوف لوتوريتي ديالهم غتمشي تكونتاكتي شي سيت عنده لوتوريتي طالعه شي سيت عنده لوتوريتي طالعه جوجل كيتيق فيه ديجا طالع حتى هو مع الاولين غتكونتاكتي وقول ليه بشحال تبيع ليا الباك لينك وشري من عنده باك لينك ومستعملينها والاخوان اللي تعرفوا السيت ديالي راه ممكن يمشيو يشوفوا راه ديجا غادي يلقاو شارين غادي يلقاو لي باك لينك اللي عندنا في لي سيت الاخرين وشحال من سيت راه ما كاينش طريقه باش تشري منه باك لينك خادم عنده باك لينك كنخلصوه شهريا كنقول لها هاد البركه شهريا وخلي لنا باك لينك تما
احسن طريقه باش تشري باكلينك. اما ديك القضيه باش كيشريو الاخوان كاملين باكلينك ديال نحطك في 10000 بلاصه 20000 بلاصه، داكشي عاس عليه جوجل وطايح عليه جوجل وفهمتي ما مسلكش. خاص تمشي في شي طريق ما كيمشيوش فيها الخوج، لان ديما 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 الحاجه ما كيكثر عليها الناس ما كتبقاش صالحه. دونك خاص تمشي تفكر خارج العلبه كما كنقولوا. خارج العلبه راه هو السهل، راه ديما السهل الممتنع هو اللي واكل. الناس فهمتي دابا تفكر في شي حاجه معقده وكذا، انت ديما رجع للور وفكر في شي حاجه سهله. السهله هي اجي نمشي نشوف دي سيت في الدومين كونتاكتيهم ونشري عندهم باكلينك سالينا. خويا ممكن تشرح لنا امازون اف بي اي؟ لا اخويا علاش نجي نشرح لك امازون اف بي اي؟ ممكن نجاوبك على شي سؤال، شي سؤال بسيط في امازون اف بي اي، شي حاجه خاصك في امازون اف بي اي نجاوبك عليها. الدورات موجودين، الا دخلتي ليوديمي الدورات موجودين. كنتي سيريو باش نتفاهموا بعدك، كنتي سيريو باغي تدخل امازون اف بي اي، القليله خاص يكون عندك واحد راس المال القليله ديال 5000 درهم. دونك الا قلت لك سير شري دوره تمايا بواحد 30 دولار ولا 50 دولار خاصك تشريها. باغي تبدا في امازون اف بي اي راه ما يمكنش تبدا وانت ما عندكش فلوس، تفهم؟ لان خاصك تشري سلعه وخاصك تصيفطها لامازون، ديك السلعه خاصك تشريها بفلوس. دونك خاص تكون عندك العقليه ديال تانفيستي الفلوس. تانفيستي الفلوس هو شري شري الدوره. الدورات اللي تما مشروحين مزيان، كاين واحد الدوره ديال 300 دولار تسناو الاخوان يطيح شي كوبون، ولا الهالوين جاي كيطيحوا الاثمنه ب 50%، ولا البلاك فرايدي جاي كيطيحوا الاثمنه بعد المره طلع 10 دولار دورك 300 دولار كتولي ب 10 دولار. ها البلاك فرايدي جاي عس عليه وشري، شري الدوره ديال 300 دولار شريها ب 10 دولار في داك النهار من يو جيمي. غادي تلقى سي سور الا ما طاحتش هادي طيح هادي. غادي تشري واحد الدوره ب 10 دولار تعلمت انفيستي. والدوره ديال اللي تشرح امازون اف بي اي اللي غادي تشري مشروح كلشي بالديتاي. علاش انا غادي نجي وبيان سور هو كيبيع وكتلقى ديجا باع منها مدخل واحد 500000 دولار من المبيعات، يعني دار بها واحد المدخول الله يسر لي. دونك هو علاش دارتك الدوره؟ لانه كيبيع، انا ما كنبيعش وما ناويش نبيع. انا ممكن نجيك شي حاجه واحد فيها نقولها لك، اما الدوره نبدا نشرح لك من الاول. السلام عليكم، اولا يجب ان تفتح حساب في امازون اف بي اي. الحساب هادشي بيان سور كنشاركوا هاد المعلومات، هاد الحساب تيزاد ب 49 دولار في الشهر وكتخلص شهريا شهر الاول فابور المعلومات كنشاركها. ولكن باش نقول لك اذهب هنا اضغط، بعدها اكتب اسمك، بعدها اضغط هنا اكتب اسم عائلتك، بعدها اضغط هنا اكتب هادشي خاص وقت والوقت ما كاينش. وديجا الاخوان سبقوا ممكن تمشي تتعامل معاهم، ديجا صارحين هادشي. بقيت سي مقرب نجي لتايلاند غادي يمكن زيارتك، ممكن اريد عنوانك اريد العنوان على الخاص. اخي نائل العياشي، لا اظن انك مغربي لهذا ستتكلم باللغه العربيه. اخي المرجو مراجعه بدايه اللايف تكلمت على هذه النقطه. خويا سيمو شي فكره على فيزا تايلاند؟ فيزا تايلاند خويا فكره هو غادي تكتب عرب تاي السيت ديالي عرب تاي عرب تاي تي اش اي عرب ار ا بي تي اش اي غتكتب حدا عرب تاي غتكتب حدا فيزا غيطلع لك الموضوع ديالها يطلع لك السيت ديالو ولا دخل ديريكت العرب تاي بوان كوم سر الصفحه الثانيه غادي تلقى موضوع ديال كيف تحصل على فيزا تايلاند تلقى شارح كل شيء من الاول حتى الاخر. ما جيتش تلقى داك الشيء تلقى شحال هادي خصك ديال البيجي الا باغي تزور تايلاند اشنو هما الحوايج ال 11 حاجه اللي خاص تعرف قبل ما تزور تايلاند. هتلقى كل شيء، هتلقى كل شيء، ما تخصك حتى حاجه. داك السيت فهمتي داك السيت فيه كاع لي باز ديال الا باغي تزور تايلاند. تمنيت اني اول مره زياره انا نعرف كاع دوك المعلومات. اخويا سيمو خديت حملات من ادبليكسيتي وطبقت بحالها على الموبايل على عروض الموبايل كل نهار ب 10 دولار واش مزيانه؟ مزيانه اخويا سير على الله راك باجي سير كمل كوبي كولي وجرب شنو افضل وسيله للربح ولكن بالتوازي مع الدراسه. اخويا ما كاينش شي حاجه سميتها افضل وسيله للربح ولا لا كنت انا مشيت ليها. انا خدام في السي بي وحاليا خدام حتى امازون وفي 2017 في شهر 6 ناوي فهمتي نبقى نتالي هادشي تاع السي بي والرحل ماشي نسالي التيم ديالي باقي خدام ما عرفتش علاش نبقى خدام. 2017 ناوي نولي 100% امازون ولا كان كلشي تجي خلي خدمته وتجي يجي يشوف امازون ولا الناس راه تدخل اكثر مني في الموبايل في الادمون وكاين ناس كتدخل اكثر مني في السبيع وكاين ناس كتدخل اكثر مني في امازون لا انا فيه وكاين ناس كتدخل اكثر مني في الموبايل وكاين ناس كتدخل اكثر مني في شوبيفاي وكاين ناس كتدخل اكثر مني في ادسنس وكاين ناس كتدخل اكثر مني في يوتيوب
وكاين ناس وكاين ناس وكاين ناس، ما كاينش شي حاجه سميتها الاحسن، كاين شوف انت فاش مرتاح وسير فيه. بغيت نصايب سيت او كوميرس خاص باركان، تشميل شي نصيحه اخويا؟ الا كان على اركان كننصحك تنصحك بامازون، هو اللي نقدر ننصحك به. التجربه ديالي ما ماشي سهل تبدا، ماشي سهل تبدا، ما تشد لك العقبه. انت الا كان عندك ما بغيتش تبدا وتزرف، الا كان عندك شي بيدجي فريمون، نقول لك لا، الا عندك هذه العقليه هذه، مستعد انك تخسر واحد العشرات المليون، مستعد انك تخسر واحد العشرات المليون ما بين البرودوي والاعلانات والصداعات، وتخسر تخسر تخسر واحد العشرات المليون، عاد توصل مثلا النقطه ديال الصفر، عاد تولي كترد فلوسك. سير في الله في الطريقه هذه، ما كنتيش تبدا بشي برودوي، معليش المنافسه بزاف. الا طلبتي ارغان اويل، ارغان اويل في امازون تلقى الناس سابقين، كتلقى اللي عنده 7000 ريفيو، كتلقى اللي عنده 5000 ريفيو، يعني 5000 واحد قال عليه هضره مزيانه، 7000 واحد قال عليه هضره مزيانه. انت الله اليوم غادي تجي تبدا باقي ما عندك حتى ريفيو، يعني غادي تفكر في كاع هادشي. ولكن الا مشيتي لشي مجال اخر غادي تلقى المنافس ديالك الله عنده 42 ريفيو، يعني 42 ممكن تمشي حتى انت تشري شي ريفيوات، على شي ريفيوات يجوا بصح، على شي ريفيوات تعطي للناس البرودوي بواحد دولار ولا جوج دولار ويكتبوا لك ريفيو زوين، وانت وصلتي وانت فتي. واش الريسكين باقي خدام؟ كون ما كانش الريسكين باقي خدام، كون ما بانش لك الاخ بي، كون بان لك الاخ حميد هموم نزل الريدو، كون بان لك الاخ يزير وي عزيز تا هو نزل الريدو، جيتي سولني تقول لي الله يحفظك السبا، كون لقيتي شكون اخر، كون لقيتي الاخ نبيل تا هو نزل الريدو، شي جيت تقول لي اخاي السيمو واش كاينه معاك شي بليصه في امازون، كون 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 امه البشر دابا تبان لك صامقاش كاع خدام. الاخوه باقي خدامين، باقيين كيدخلوا فلوس بشكل يومي، وغاديين مزيان والله يسهل عليهم. اخوان شي اسئله زعما كيدوز واحد السؤال الله طاحت عليه عينيا، كيفاش نبدا موقع ونتقاد في هذا السنس وندخل منه الفلوس؟ اخويا السؤال ديالك فريمون كان فهمتي، تقاد سيت غادي تشد هاد الشهر الاخر غادي تقسمو كامل. كيفاش نقاد سيت؟ واحد، تعلم كيفاش تقاد سيت الاخر، ما تزربش، قلب على وورد بريس، تعلم شويه بشويه تقاد سيت، ما تقلبش على الربح من الاول، عاد قلب على كيفاش تنجيب الناس للسيت، ما تقلبش على ادسنس، نسى ادسنس هو الاخر، السيت هو الاول. تاي سالي السيت، عاد شوف مورا السيت غادي تشوف كيفاش تجيب الناس، واش غادي تجيبهم تقرا القضيه ديال لي فيزيتور، تقرا كاين اللي تقول لك السيو، كاين اللي تقول لك لي باج فيسبوك، كاين اللي تقول لك تبوستي في لي جروب، جرب انت هادي وهادي 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 وهادي، تتعلم هتلقى الميثود ديالك اللي انت مرتاح فيها. كليماتيزور الدار في نيشان، اوبا هتلقى القضيه اللي انت مرتاح فيها وكتجيب منها لي فيزيتور. وملي غادي يكون عندك السيت وغادي يكون عندك لي فيزيتور، ديك الساعه تحط ادسنس، وتحط ادسنس وغادي تربح. اما خويا اللي كان الدافع ديالك المحرك ديالك الاولي هو تربح، ما غاديش تربح. الا كان المحرك ديالك الاول ولا لا ربح، حتى تربح شي حاجه قليله. لان نعطيك مثال بالصديق ديالي احمد حلمي المصري، اللي كان تيضرب 160 الف دولار مع جوجل ادسنس شهريا، تيضرب 160 الف دولار مع ادسنس، وبالمناسبه مابقاش باغي يخدم ادسنس، وسمح في ديك 160 الف دولار، والناس كتشوفو دابا كتقول ليه نالا صاحبي سامح 160 الف دولار في الشهر. السيد كان بدا السيد ديال ستايليش ايف، كان بدا هي قصاره، هو ما عمر سمع بادسنس، بدا السيد ديال ستايليش ايف ديال داكشي ديال الديكور والهندسه، وسميتو هو تيعجبو داكشي الديكور تجميل كاع هادشي داخل، حسبو في المجال ديال الديكور. بدا السيد هي هوايه، كيبوستي على الديكور، كيبوستي دار باج ديال ستايليش ايف، ولا تغداو كتسرح، ولاو لي فيزيتور، ولا جوجل تيطلعو من الاولين، ولاو السيت ديال سي ان ان باك لينك عليه، اليوم سبعه باك لينكات ليه، شكون اخر لي باك لينك عليه؟ فوربيس دارت ليه باك لينك لستايليش ايف، دي سيت كبار باك لينك عليه، لان داكشي اللي تيتكتب عنده زوين، داكشي المحتوى اللي كيبارطاجي زوين. دونك ولا طلع في جوجل، دونك لاباج ديال ستايليش ايف حاليا فايته شي 25 مليون، الاكثريه فيها مراكنه، شحال هادي ما بوسطاش فيها لانه مسوقش. كان كيدخل 160 الف دولار في الشهر من الادسنس، حاليا كيفوت هذا المبلغ، هذا الضعف ديالو كيفوتو، ولكن من الاي كوميرس، لانه مابقاش هو باغي يخدم الادسنس.
هو النهار الاول فاش بدا ما كانش يقول لهم الاخوان كيفاش نربح، هو بالمناسبه ما كيعرف لا سي او لا باك لينك، ما تيعرفش الى يومنا هذا تلقى عنده شي معلومه عامه. نهار تلاقينا معاه ما تيعرف لا سي او لا باك لينك لا ايميل ماركتينغ لا حتى حاجه، كيعرف انه كيكتب شي حاجه كاليتي كيبارطاجيها في لاباج، ابخي طاح على ادسنس حطو في السيت بدا كيدخل ليه ديك البركه، استدعاته جوجل داروا معاه اجتماع هما اللي حطوا ليه ادسنس في البلايص اللي مزيانين، ولا شهريا كيمشي عندهم جوجل مصر كيمشيو كيستقبلوه في المكتب ديال جوجل، تيحاولوا يطوروا معاه علاقات، عطاوه جوجل بريميوم جوجل ادسنس بريميوم. السيد ما فاهم حتى حاجه، والناس اللي واصله بعيده الاخوان راها ماشي ماركترز، الناس اللي مشات بعيد في ادسنس راه ماشي ماركترز. تلقى واحد السيد عزيز عليه المجال ديال الميكانيك كادو واحد لونسيكلوبي ديال الميكانيك مشى بعيد، انفيستوبي ديام كادو واحد السيد كان خدام في المجال ديال البانكينغ والابناك مشى بعيد. اشنو اخر كتلقى الاكثرية ديال الناس كيحب شي حاجة ولا كيبارطاجيها ولا على واحد الاقبال في الاخر كيتصادف مع هاد السنس كيحطو كيمشي بعيد. ماشي بيان سور انت خاص تمشي في نفس الطريق، شوف الحاجة اللي كتعجبك قد عليها السيد غتمشي فيها بعيد. الى arabtai.com كان غادي مزيان، وعلما ان ما كنربح منه حتى سنت، الا كانوا لي فيزيتور ديالو غادي مزيان والسيت غادي مزيان، على حقاش انا كنبغي الطايرون ودير عليها السيت، وما كنسولش على الفيزيتور منين يجيو، يوميا كيجيو. لاسئله كيدوزو بالسربه خاصيمو راني جاي الفيزا تايلاند اي لي بي دافيون بلس اوتيل جي اونفوي الايميل طون طون ادريس اوكي كي دير لي ميساج نون ديليفرد سير بلي فيريفي فيسبوك مسكان خويا، الا ما تيدير لك نون ديليفري صيفط لي صيفط لي ماشي بواط ايميل اخرى، لان الا كيدير لك هذيك انا نستعمل داك ليمايل مكاشي باش كيفلتر عليا السبام باش ما يوصلنيش السبام، دونك انت شك في ليمايل ديالك بحال السبام ما تيدير لك راه ما توصلش، دونك صيفط لي ماشي بواط ايميل اخرى من الاحسن الجيميل وغادي توصلني ان شاء الله وغادي نجاوبك. وبالمناسبه الاخ صيفط ليا انا نقول لك واحد القضيه بعداك، بالمناسبه الاخوان التيكيتات بجوج مشاو، التيكيتات بجوج مشاو هذا الاخ هذا، الا كان فريمون صيفط ليا شحال هادي وغادي نفيريفي لا دات ديال الفيزا ديالو وداكشي، الا كان دارها شحال هادي التيكيته الثالثه غادي نعطيها ليه، التيكيته الثالثه غادي نعطيها ليه، لانه غادي يكون مشى يبدل هاد المجهودات هادو، وانا ما يمكنش نسمح فيه بعد ما دار الفيزا وداكشي نقول ليه لا الاخ راه اش عطى الله صافي التيكيتات مشى. الا كانت الفيزا ديالك سابقه دوك الاخوان بجوج ماشي هي الباع عاد درتيها، كانت سابقاهم التيكيته الثالثه غادي نشريها انا، ومرحبا اخو. وبالمناسبه التيكيتات بجوج الاخوان راه مشاو، وراه حتى انا مسح داك البوست ديال التيكيتات، التيكيتات بجوج راه مشاو. وبالمناسبه واحد التيكيته راه داتها بنت، وكانت فاجئ بلي بنت ولا عندها بغات تسافر لبانكوك وباغا تحضر ايفنت، والدراري راه فهمتي الدراري تعطلوا، ماشي الدراري ما كاينينش الدراري تعطلوا، الدراري كيفكروا بزاف، حيت واحد الاخ ما صيفط ليش ما صيفط لي حتى شي يومين ولا ثلاث ايام هادي، وشحال ديال الاسئله صيفط ليا واش 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 داكشي ما سولاتوش ليا البنت فريمون، داكشي ديال واش اللي سولني قبل ما يمشي زعما ياخذ الفيزا ويصيفطها ليا، الاسئله اللي سولني ما سولتهمش ليا البنت. او بالمناسبه راه ما كاين لا فرق ما بين لا بنت لا ولد، فهمتي مش هذاك الزمان ديال الفرق ما بين البنت والولد، ودابا راه بالمناسبه البنات كيقراو احسن من الاولاد، والبنات كيتكاسوا في الاول احسن من الاولاد، والبنات ولات تلقى سي او ديال بزاف المجالات بزاف الشركات، وكتلقى شي رئيسه ديال شي فرقه في النازا فهمتي ديال شي ديبارتمون امراه. وبالمناسبه المديره ديال القسم الفرنسي في كليك بانك كانت مرا اللي هي الين اللي دابا خرجت من الشركه تقاعدات، كليك بانك كاع لي ديبارتمون المديره ديالهم مرا. المهم هادشي فهمتي ما كاينش فرق ما بين يعني مشى في داك الزمان ديال بنت وولد، ولكن فريمون كنت تفاجئ، لان حنا باقيين عايشين في المغرب، يعني انت خاص تكون زعيم، هي خاصها فهمتي با ميك دا انت راه ما كيجي حبس كلب باك لامك. الى مشاو لي تيكيت ماشي مشكل جو في لا كوموندي باسكو انا باغي نمشي نتلاقى معك مع ديما ان شاء الله.
خويا مرحبا. وانا حاجه واحده اللي نقول لك فريمون والله الا جات لا الفيزا عندك قديمه قبل من هادوك انا نشري لك التيكيت الثالثه من جيبي دابا اليوم راه الله طليش دايره ولا دايره شي 680 دولار ومرحبا فهمتي باش ما تسماش القضيه ديال عولت عليك اخوتي بيا لان فريمون لي مايل ديالك ما وصلنيش وكون وصلنا راه غادي ندوز عليك ولكن اخويا ما نبغيكش فهمتي ما نبغيكش تطيح تكون قديتي الفيزا وبيان سورك خلصتي عليها غتكون 500 درهم والتكاليف ديال لي ترونسفور مشيتي وجيتي وخلصتي الطياره وداكشي مرحبا نرى اخو الاسئله كيدير ما احسن طريقه لي تجيب تحميلات رخيصه لتطبيق الاندرويد في الاف بي اس سي بي اي او سي بي ام خويا الا كان التطبيق ديالك احسن تمشي لكوست بير انستول ولكن ما تعطيك كوست بير انستول التطبيق ماشي ديالك ولا الا ما كانش التطبيق ديالك الا ما كانش التطبيق ديالك يقدر نقول لك واحد القضيه اللي قليل كيزعم عليها يقدر نقول لك خلي الفيسبوك عطاه اوتوماتيك خليه يدير اوتوماتيك قول لي اوبتيميزي ليا انت وسلك انت ولكن راه خاص عرفت كيفاش تكون في داك الانتيرست خاص تكون دقيق بزاف تعطي التطبيق للناس اللي محتاجه ولا كانت عندك الريليفنسي راه تعرفوها الاخوان الادس ديالك ملي كيكون في الشن تيقول لك شحال التطابق ديالو مع الناس واش انت تمين به للناس ولا كطب خليهم بهم الراس وتقعد مهتم بك تنقلت لك على 10 الا قلت لك الاخ حاليا ما عنديش شي كومبين في السي بي ا نازل على 8 على 10 وكنلقى الاخوان 4 على 10 2 على 10 1 على 10 شفت شايف 1 على 10 ويعني كتلقى يجي بالعرمه وهو باغي يبان العرمه وما شافش راسو كيضيع فلوس الا كنتي كتعطي الا كنت عندك واحد البرودوي كتوصلو للناس اللي محتاجينه بالضبط فيسبوك اصلا غادي ينزل لك الثمن غادي ينزل الثمن بزاف وغادي تولي تجيب داكشي بواحد الثمن قليل ولكن عطي داكشي للناس اللي محتاجينه وغادي تطلع عندك ريليفنسي في ادسات طالع عندنا 9 على 10 و10 على 10 في ميريكان كنجيبو الكليكه 0.005 يعني نص سنت واحد سنت في ميريكان ولكن الريليفنسي راه 9 على 10 و10 على 10 ولكن كتلقى مثلا ادس مفارقيتين به 300000 واحد فوسط 300 مليون صرف ديال ميريكان مفارقيتين 300000 واحد ولا مطارغيتيين 150000 واحد ولا مطارغيتيين شي لك ترنا 500000 واحد بعض المرات كيوصل لها 6 مليون ولكن راه كيكونوا دوك الناس سيبلي دي واحد السؤال مشى داك الكورس ديال ادسنس مازال ما حتفش الله خويا ما كان سالي ما ساليتش وصافي ما راه نهار غادي نسالي غادي نستاجي اللوحو و راه فهمتي ما داير به والو راه ملاوح في واحد لابارتي خاصني ندوزو السيتي باش يشوفوا كلشي ما فهمتي ما داير به والو لابارتي ديال السيو ما بقاتش صالحه باغي نكتب هادشي ديال السيو دوت عليه في داك الزمان ديال 2012 مابقاش صالح دابا شنو احسن بروغرام كيخرج الاي انسى خويا هادشي السؤال هذا كان ديال طرح في 2013 2014 الاي جي وداكشي انسى ولا البان كيتسنك نصيحة لوجهي لا مبغيتيش دير بهدرتي اخويا الله يسخر لك انا غير فهمتي هاد اللايف هذا في الاول والاخر كيكون فهمتي نصائح باش يا اما نوجهك يا اما نخليك تتفادى شي خسارة او في الاول والاخر الديسيزيون ديالك انت بغيتي تخدم بالفيسبوك اي جي ولا سميتو ما عرفتش واش باقي خدام داكشي ما باقيش خدام ولكن انا اللي حضرت هو ام ديال الكونتاكت تبانا واحسن لوجيستيك كان تيسكرابي الاي جي فعليه دو فيه سنايبر ديال صاحبنا ياسر وياسر سدوليه ما بقاش تيسكرابي الاي جي وكانوا حاربوا شحال من سوفتوير و سدو هما ديال لي كونت اللي كنعرفوهم الناس اللي كانوا صحاب فهمتي صحابنا وخدامين بنفس لي سوفتوير سدت ليا الكونت واش الطبخ فيه آفاق خويا كلشي فيه آفاق واش نتا عزيز عليك الطبخ ديرو كلشي فيه آفاق السيرف فيه آفاق الفوتوغرافي يعني تجيب اباراي فدو على لي زاباراي فوتو كيفاش تاخذ تصويره ولا بغيتي تاخذ تصويره بحال هادي شنو خاص دير فيه الفلوس غادي تلقى ديسيس كيدخلوا دي مليون ديال الدولار مالهم غير ناس عاديين كيكتبوا على الفوتوغرافي
لانهم كيبغيو الفوتوغرافي. انا دابا الا جيت ندوي على الفوتوغرافي دخلنا عليك والله جاي نقول لك تنعرف غير هي ملي يكون حدايا هزه دير المود اوتوماتيك صور اي حاجه اخرى فيها ما كنعرفهاش. طب واش انت فريمون طباخ؟ واش انت فريمون عزيز عليك داك المجال؟ الاخ اللي كيدوي في الفوتوغرافي عزيز عليه داك المجال وهو فوتوغرافي. الاخ اللي كيدوي في السيرف ولا لي بلونش ديال السيرف واحسن بلايص ممكن تسيرفي فيهم في العالم هو فريمون تي سيرفي. الا كان اخويا عزيز عليك الطبخ ولا عزيز عليك اي مجال تمشي فيه بعيد اي مجال. يعني دويت لك الجيتار، الجيتار الاخوان بالمناسبه الجيتار غادي تلقاو كاينين دي بلوك ديال الجيتار كيضربوا اكثر من 20000 دولار في الشهر في ادسنس، وكيبيعوا مبالغ خياليه ديال الجيتار من امازون تياخذوا عليها الكوميسيون افيليت. هادي الجيتار تيعلموا الناس كيفاش يضربوا الجيتار، ولكن هذا الجيتاريست معلم واش يعلم الناس؟ انا دابا مثلا لا عطيتيني الجيتار، انا نقول لك الجيتار نكون خديتها في يدي شي ثلاثه المرات في حياتي وجلستي كنرون وفهمتي اذا نستهزئ ماشي تدرون. ما دابا في نظرك مثلا قالوا لي راه كاينه المرقه، كاينه المرقه في الجيتار كاينه، قالوا لي راه كاينه الفلوس وكاينه المرقه وكاين الدجاج وكاين الخبز وكاين كل شيء كاين في الجيتار. كاين ندير ما شنو هي علاقتي انا ب كاين جوج الحلول، يا دي نمشي نجيب شي جيتاريست نجيجي نقول ليها انا كماركتر معلم اجي نقول لك شنو انا زائد انت نختصروا الطريق، ولا راه ما عندي ما ندير راه علاش انا ماشي جيتاريست اش نجي نقول دابا مثلا علاش انا معلم عاد نجي نعلمك نتايا. مثلا انا باش كندوي في هذا اللايف هذا كنشارك معك واحد ليكسبيريونس نفس اللقطه ديال الاخ اللي كيشارك معك ليكسبيريونس ديالو في الجيتار. اخويا سيمو كيفاش نكبر الصفحه ديالي؟ الحنان بنت كنبغي ندوي بحال بغيت ندوي نقول لك الاخ الاخت انا غير اهل نجاوبك على هذا السؤال، هذا غير قال جوك على هذا السؤال ديال كيفاش تكبر الصفحه ديالك، لان ما عندي حتى شي صفحه، عندي صفحات كبيره ولكن كلشي في فيسبوك ادز، يعني ما عنديش شي صفحه كبرتها بالطريقه اللي كيكبروا بها الاخوان وسميتو. ولكن اللي ننصحك به هو تمشي عند صحاب لي باج الكبار راه معروفين، صحاب لي باج الكبار. مثلا نقول لك ياسين مصوات حاول تطرح عليه هذا السؤال هذا، راه عنده باج فيها 6 مليون ماشي باج واحده، عنده دي باج فيهم دي مليون. عندو دي باج اللي بداو من الصفر بيان سور، كاين دي باج اللي شراهم فيهم دي مليون وزاد كبرهم، وهو عنده اكسبيريونس يجاوب على هذا السؤال هذا. شكون اخر عاوتاني اللي نقول في لي باج؟ المهم عطا الله كاين ناس، اللي عندها دي باج فيها دي مليون ممكن تكونتاكتيهم يجاوبوا على هذا السؤال. انا اللي دويت في هذا السؤال هذا كنت كنجاوب راه ما يتنجبه. سيمو انا مستهدف السعوديه، انا شركه افيليت نخدم بها واللي كتشري منها السعوديه. اخي الا كان عندك شي ترافيك في السعوديه وكان عندك شي ترافيك موجه ولا شي حاجه، راه كليك ديلر عندها كليك ديلر عندها اوفرز ديال السعوديه. بالمناسبه السيمانه هذه كنا خدامين على واحد الاوفر سميتو ستوك ديال الاسواق ديال المال ديال السعوديه ماشي فوركس. كما قلت الاخوان الفوركس ما بقيتش كنخدم فيه، الفوركس لا، تيتشينغ تعرف لا، هادشي انا معتقداتي الخاصه حاليا. الجيف واي ديال ربحتي ايفون وسميتو لا، اللي بغى يخدم الله يسخرني، هادشي انا تندوي على راسي. كنا خدامين على واحد الوفر ديال ستوكس ديال الاسواق ديال المال ديال السعوديه بحراس الف كليك ديلر، كان تيخلص 9.8 للناس العاديين. ما ملي دوينا مع كليك ديلر طلعوا لنا 15 دولار بحراس الف، وباقي عندهم دي زوفر اخرين ديال الفوركس وداك الشيء باغي توكل فيهم على الله توكل. بالمناسبه انا ما يمكنش نجي نفسك في الفوركس، التيم ديالي ما يمكنش يجي نفسك في الفوركس، الدراري اللي كنعرف ما هادشي يجيو يجي نفسك في الفوركس، لان اخاي فهمتي تا الدراري المحيط تا هو فاش الدراري اللي كنعرف تا هما تشونج هما ما بقاش اخاي الدراري بغاو يخدموا. الاخوان 20% في الباتري بقى شويه ديال طفى التليفون. خويا سيمو حبابك في مكناسي اللي جيتي الله يحفظك خويا سيمو، راه صعيبه كليما راه صعيبه دير احتياط. ما فهمتش اخويا سيمو 3 شهور وانا خدام في كليك بانك ولا مبيع والمنافسه بزاف، عطيني شي طريقه سهله من غير فيسبوكات خويا. ها حنا هذا الجواب هذا جاوبت عليه فريمون كنتي سولتيني شحال هادي خويا خدمت في اللايف الثاني وما ردت خويا، راني خدمت سيمو ما عرفتش ما سمعتيش الجواب ديالي ولا خدمت 3 موا وما جبت حتى مبيع خويا. ما تنحسبوهاش بلي موا، ما كنحسبوهاش بشحال من شهر، لان ممكن نقول لك جي شي واحد يقول لي انا عام
انا عام وانا كنسمع على هادشي ديال الافيليت ماركتينغ ما درت والو هدا، عام وانا كنسمع على شي تاع السبه وما درت حتى حاجه هدا. اجي لهنا حل لي لي كومبين ديالك نشوفهم، حل لي نشوف شحال من كومبين درتي في فيسبوك از واهير هو اخي سيمو صراحه مع الوقت والخدمه وفهمتي حل لي شحال درتي دخلنا عليك بالله من كومبين ويقول لي درت ثلاثه جوج هادشي لك طريت كنسمع جوج فاك عليه جوج اصاحبي جوج انا كنديرهم في نهار واحد وكنفوتهم دونك ما نبقاش عمر دوي لي بالمده لان المده ما عمر كانت سميتو لان كاين طبيب كيخدم لان كاين محاضر مثلا نعطيك مثال دابا توني روبنز هارب عليهم توني روبنز هارب على المحاضرين الاخرين ملي كيجيش يقول لي كيفاش دار ليها هو فسرها قال لك المحاضرين الاخرين كيعطيو محاضره واحده في السيمانه ارا الكالكولاتريس ما كايناش حدايا الكالكولاتريس ما عرفتش فين دوحت محاضره واحده في السيمانه يعني اربعه المحاضرات في الشهر توني روبنز كان تيضرب اربعه المحاضرات في النهار الاخرين كان تيضرب اربعه المحاضرات في الشهر دونك 12 يوم ديال توني روبنز كانت كتساوي عام ديال الاخرين 12 يوم ديال هذا كتساوي عام ديال هذا يعني عام ديال الخدمه ديالك انت كتساوي 12 يوم ديال هذا يعني هو في عام هرب عليك ضرب حياتك كامله ضربها هذا هو المنطق باش كيخدموا الناس على شحال ديال المجهود دوي معايا بشنو درتي ما تدوش معايا الوقت محاضره وكنت شحال تضرب من محاضره كنضرب انا محاضره في السيمانه تضرب 10 كنضربهم في النهار توني روبنز نضرب على عباد الله كما انا كنت كنخدم كنت كنخدم 14 16 ساعه في النهار كنجلس كنقاد لي كومبين ما كنجلسش فهمتي تنطلق يوتيوب وكذا ونتمساك واللعاب 3 شهور نسالي هذه الجمله 3 شهور شحال من كومبين كليك بانك اخويا غادي نسولك غادي نقول لك كاديتي سكويز بيج واش سكويز بيج مزيانه كاديتي جلات سكويز بيج كاديتي خمسه البانرز مزيانه غتقهرني غتقول لي فعلا انا اخويا سيمو اختارت واحد النيتش كاديت خمسه ديال البانرز وكاديت ثلاثه ديال لاندينغ بيج ودرت سبليت تيستينغ وكاديت كومبين وجمعت وقريت على الفانلز وكاديت واحد الفانل فيه 3 ايميل لي مايل توصلوا سير بلاص ومال كيوصلوا بعد 3 ايام ومال كيوصلوا بعد 6 ايام ولي مايل الرابع كنقول ليه شري ودرت داكشي اللي كيقولوا كاع الاخوان اللي في الانترنت ماركتينغ جون شو شوماخر شوماني.com كامل داكشي اللي كتقولوا نتوما كاملين جربتو وجمعت 200 ايميل وما جبت التابعه وغادي نجي لك بحال هكا وغادي نقول لك اخويا فريمون بيمكنش بهذا المصطلح هذا فريمون ميمكنش والوقت نساوها الاخوان شويه ما عمرش واحد يتحاسب معايا بالوقت على فريمون كنكره نخدم شي واحد بالشهريه وتمنيت ان حتى واحد ما يبقى يتخلص بالشهريه تمنيت غنشوف شي عالم ما فيهش واحد كيتخلص بالشهريه كاع وقول لنا البيرفورمانس ديالك واش نخلصك التلاميذ ديالك في الاخر ديال العام كنديروا معهم واحد المراجعه الا كانوا تيقراو الا كانوا تفهمتي بان لينا النيفو ديالهم تحسن غتخلص على وحدين كيقراو وحدين تيراجعوا بين سو دوك اللي كيراجعوا كيقول تيردوا لي تيقول لي هاد 16 واحد ما هادشي ينجح هادو اللي غادي ينجحوا هما اللي تخلص عليهم هادشي احلام هادشي هو باش عايش انايا وعايشين بزاف ديال الاخوه اللي كيبانوا لك كيديروا الفلوس راه ماشي الشركات كتصدق لنا الفلوس كنديروا درنا فلوس على حقاش خدمنا وعطيناهم واحد البيرفورمانس وكنتخلصوا على بيرفورمانس جيب لي الشاري هاك تخلص ما كانوش كيخلصونا بالشهريه ولا شي حاجه وما نخدموا 12 ساعه ماشي سوقهم نخدموا ساعه ماشي سوقهم تقول لك في الاخر النتيجه واش 6 ساعات مزيانه الخدمه في بلوغر فشنو بلوغر والريسكين انا مزوق اخويا في البدايه كما قلت الاخوان خدمي ساعتي في البدايه خدمي ساعتي ملي تسالي خدمتك وتسالي النهار وتسالي اي حاجه عندك في البدايه ديالك خدمي ساعتين في النهار بارك ضيع وقتك ضيع النهار كامل خرج تقهوه هكذا جي في الاخر النهار حاول تكونسونطراي ساعتين ملي تخدم ساعتين على اليوم ساعتين وغدا ساعتين وبعدو ساعتين وتجيب لك الدولار الاول دخل من الريسكين ما نحتاجش نقول لك تجلس 10 السوايع انت من راسك غادي تجلس 10 السوايع تجيب لك الفلوس دخلوا غادي تجلس دونك
الاخوان كيجي مثلا تيبغي حتى هو تاجي داخل في الحساب في الساعه ديال واش 6 السوايع مزيانه واش 10 السوايع مزيانه، ما تحسبهاش اخويا بالساعه. في الاول اخويا جلسي ساعتين، ساعتين الله يجعل البركه اكثر من كافيه الاخوان. في الاول ريح ساعتين في النار، في الاخر النار ولا حطها فين ما بغيتي، ريح خدام سد عليك البيت ريح خدام. ملي تبدا الفلوس تدخل راه ماشي نكمل لك الفيلم لا تيطرا الحق كداش راهي. اون فوا كيبانو لك الفلوس كيدخلوا تسد على راسك الباب وتجي تسد على تلقى الطريقه باش تجي تخدم 20 ساعه وتبات بلا نعاس ولا الاخوان تنعرفهم. وانا كنت كندير هاد نوي بلونش نجمع يومين ثلاث ايام عاد نطيح هكا. والاخ بلال راه مؤخرا دابا شحال نوي بلونش كيعاود لي عليها. علاش؟ لان فهمتي صافي تيبان لك، تيبان لك الدولار مثلا. نفترضوا ان المعدل عندي ديال الارباح انا يا دابا غادي هو هذا غادي تك 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 وتبان لي واحد لوبورتينيتي تق لصق هنايا وتنعرف بلي داكشي يقدر يستاهلي. راجل ما نعش راجل نجلس خدام، مي دابا تيم خدامين انا مرتاح ما بانش لي لوبورتينيتي انا راني مريح. امازون اللي تيبان لي فيه ما يدار نزيد نكبر ونزيد نتكونسونطرا. راني كيما قلت شهر 12 ان شاء الله 15 شهر 12 غادي نوقف لي لايف، نوقف كلشي، نوقف لي بوست في الفيسبوك، نوقف اني ندخل الفيسبوك، غادي نمسح هذا الكونت هذا من الكونت من الموبايل عندي ما نبقاش ندخل ليه، وغادي نجلس نتا في امازون. سيمون الله يخليك، كيفاش تلقى البيدينغ المناسب في سايت سكوت؟ وشكرا خويا. الاخت ياسمين، الاخت اعتذر والله. لو البنات مزيان ما عندي ما نقول ماشي، لو واحد النسبه كبيره ملي كنقول لو البنات يعني ولا واحد النسبه كبيره شحال هادي قليل فين كتلقى شي بنت. الاخت سايد سكوت اخر مره خدمت فيه تكون في 2014، ولا قلت لك شي حاجه راني كذبت، قدرت تكون داكشي تبدل وسميتو. مي اللي ننصحك في البيجينغ هو سايد سكوت لا باقي عقل كان كامل سي بي، الا باقي ليه يومين هكاك كامل سي بي ام. و ديما 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 جرب في الاول المينيموم، هادي ديما دير ديما في الاول جرب المينيموم كيجيك ترافيك ياك، ابري جرب الماكسيموم، جرب واحد البيجي ديال 20 دولار جرب بيه المينيموم. ابري مثلا اللي مبيجين تقول لك 0.21 هو الطوب، انت بيجي 0.22 وقارن وشوف. وديك الساعه اللي تشوف راه فريمون شحال من مره ملي كتبيدي انت الاولاني تتولي البانر ديالك كيبان هو الاولاني، دونك الفيزيتور باقي الله داخل باقي ممكن يمشي يتسجل، ماشي تحل هذا وحل هذا السيت وطلع له هذا البانر وهذا البانر وحل هذا السيت وحل هذا السيت وعاد بان ليه ديالك. كتكون حتى الفيزيتور عيا بالتسجيل وداك الشيء. ملي تطلع انت الاول راه تزاد عندك الكونفرشن، هذه شي حاجه طبيعيه، ولي تزاد عندك الارباح. مي واش انت مخرجك ما مخرجكش، بقات تنقص 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 تنقص. وشوف في الاخر هذا الشيء ما تندويش على سايت سكوت، كندوي على السيت كامل. خويا سيمو شريت ادبيت الحملات الناجحة ب 450 شهريا، واجه صعوبة في العمل بين مستفيد منها صح تفكر في نبيعه بنصف الثمن. خويا الا بنت لك ما عمرها قلت في حياتي ادبيت، ما عمرها قلت في حياتي ادبيت، ما عندي عليه حتى فكرة. سمعت الاخوان تيدو عليه مؤخرا، ما عمرها قلت اول مرة، دابا اول مرة اول لايف غادي ننطق بكلمة ادبيت، اول لايف غادي ننطق بكلمة ادبيت. سمعت الاخوان كيدو عليه مؤخرا كثرت الهضره، ما عندي حتى فكره. ملي كننصح الاخوان بشي حاجه كننصح داكشي اللي كنخدم به انا. ملي كنقول لك هاد بليكسيتي راه هاد بليكسيتي عندي فيه كونت في النيتيف وعندي فيه كونت في البوب ادز، عندي فيه الكونتات بجوج. ملي كتحل هاد بليكسيتي كيعطيك واش هذا ولا هذا، عندنا فيه كونتات ماشي عندي، عندنا لان انا عاطيه للتيم كيخدموا به وهما طارقين لينا فيليبين والتايلاند. ما دير واخا تكونيكطا اي بيات من الفيليبين و اي بيات من التايلاند ما كيديروش لنا بلوك، لان دياجا داروا لنا بلوك وشرحت لهم بلي و الدار انا راه ما يمكنش نخلص لكم الثمن هذا، ولكن راه التيم اللي خدامه به عاطيه للتيم والتيم هما اللي كيدخلوا كيطلبوا به النهار كامل. واش السيت فيه اكثر من نيتش؟ ما كان مش ما كاين مشكل اخويا، ما كاين حتى مشكل سيتك هذاك. سيف اللايف خويا، كاع لي لايف كاع لي لايف كنديرو لهم سيف، كاع لي لايف تلقاهم شوبيفاي. شوبيفاي الاخ بلال نفرقوها الاخوان، يقدر فهمتي يقدر الى الوحيد اللي كيدير لايف وشي بقى تيصيفط هنا وهنا وهنا وهنا. لان انا الاخره ولا الاخوان كاملين كيسمعوا ماشي خبير في كل شيء،
انا كندوي كامل الاكسبيرونس ديالي. ملي تدولي على شوبيفاي غادي نصيفطك عند الاستاذ ديالي في شوبيفاي. نمشي اللي رشدني شوبيفاي هو الاخ بلال، اخ بلال الطيفي. كون وريتو حاجات وراني حاجات وسميتو من الحوايج اللي وراني شوبيفاي. غادي تمشي تشوف الاخ بلال الطيفي، راه شرح حط فيديوهات زوين على شوبيفاي، تابعو. لقيتي شي دوره في يوديمي كاينين ديال شوبيفاي، توكل على الله. كاينه واحد الدوره دازت قدامي في واريور فوروم ديال شوبيفاي، توكل على الله. شري دورات تعلم، يا اما دوبل في اس او يا اما يوديمي. بغيتي الريسكين ننصحك تتابع حامد ومومن، ننصحك تتابع ياسر وعزيز، ننصحك تتابع نبيل محايلي، شي اخي لا نسيتو يسمح ليا. المهم هاد السميت دابا اللي طاحوا ليا في الراس هادو الاخوان ديال الريسكين. وكاينين اكثر، كاينين دابا نسيت سمياتهم، كنحاول نتفكر لك. كل مجال الاخوان عنده الناس ديالو، تابعهم. وحاجه اخرى تتابع باش تاخذ افكار، ماشي تتابعو باش يوريك. بيان سور كتلقى ليك شارك دورات، مي نتايا تتلقى اومينيم واحد سابقك راه مزيان، تتلقى ما تسول. وحاجه اخرى هي تعلم تقرا الطالع. شوف لك دوره في يوديمي وجلس جلس مع سير معاه ستيب باي ستيب. شوف لك دوره في دبليو في اس او في واريور فوروم، اكتب دبليو في اس او في جوجل شوبيفاي، غادي تجيك الواريور فوروم، غادي تلقى لي فورماسيون ديال شوبيفاي. شوف شي وحده قنعاتك شريها، ما عجباتكش طلب الريفاند. تبارك الله عليك خويا سيمون، نتمنوا الشباب المغربي يستافد من تجربتك في بلاصه ما يبقاو يتشكاو على الدوله. خو هذا هو السر ديال اللايف، هو فهمتي. الا نقدنا واحد جوج ولا ثلاثه، واخا جوج ولا ثلاثه رقم قليل فهمتي. دابا اللي غير حياته اكثر للمره الاخرى بالمناسبه اللي درت صيفطوا لنا الجروب، واخا ما ساليتش نقرا لي زيمال. الناس اللي كتربح اكثر من 2000 دولار وما طلبهاش، دابا راه عندي اكثر من 1000 ايميل. هذا الشيء اللي معكزني، قلت انا ملي غادي نكتب الاخوان اللي كيضرب اكثر من 2000 دولار صيفط لنا بروف وكذا ويجي ندخلوا للجروب. قلت غادي يجيو واحد 120، غادي يكونوا الناس المقربين واللي تنعرفوهم. ما اخوان الناس بزاف، واللي ما عمر ما بان حتى هو بان، واللي ما عمر سمعنا به حتى هو جا. وجاو ناس فهمتي اللي محترمين بزاف. والله ما ساليتش دابا كاع نقرا دوك لي زيمال كامل ونبقى نعاجوتي في الجروب اللي يومين هذا فيه 18 واحد بالمناسبه، وما ما بقيتش لقيت الوقت كاع باش نطلع عليه. ويعني راه هادشي تيوريك الحجم ديال التغيير اللي كاين. راه امه البشر دابا خدامه في الانترنيت، والاكثر يخدم وساكت، والله يسخر ليه من حقه. خويا سيمون سيل بلي الكونت فيس ديال ايجيحيا محمد. خويا غادي تكتب محمد كما كتبتها دابا، غادي تكتب ايد، ما يمكنش نكتبو لك دابا. والاخوان شي واحد بوسطي عليه الله يحفظكم، ايجيحيا اي تي اي غريك ا اش اي ا، ايجيحيا محمد. غادي تكتب ايجيحيا كما كتبتها، اي تي اسباس اي غريك ا اش اش اي ا اي تي اسباس اي غريك ا اش اي ا. غادي تلقى يطلع لك الفيسبوك ديالو، اجوتي. شي حاجه في انستغرام تنصح بالاخ ايجيحيا. حنا ما كنحتاجوش شي حاجه في انستغرام ولا سميتو كنمشيو عند ايجيحيا. كنحتاج شي حاجه في الاندرويد في 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 فلاي او اس فلاي فون، كنمشي عند راقي فهمتي. كنمشي عند تمشي عند صاحب الخبره اللي غادي يختصر عليك. كثرت سميتو، كثرت الطريق، وكثرت احتاجيت سؤال شحال ديال الناس كتشري في الموبايل، شحال الناس كتشري في امازون، من تجربه ديال شي واحد مغربي. كونتاكتيت الاخوان اللي كيديروا شوبيفاي في المغرب، كلشي دار سكرين شوت صيفطها ليا. كاين دي سورس فهمتي، تتمشي عند الناس اللي كدير الحاجه كتحاول تعطيك. باش نحيدو ديك الصوره ديال راه السيمو كيفهم في كل السيمو تيفيد كي من واحد الواقع ديال واحد التجربه ديالو الصغيره الضيقه في هذا المجال هذا، كيشاركها معاك 10%. راه خاصني نصيب اللايف قبل ما يتطفى، تيشاركها معاك داكشي اللي تيعرف تيشاركو معاك. شارك معك الفيسبوك ديال الاخوان الاخرين، تابعوهم دورات. نقول لك ننصحك بيوديمي، سير اخويا الله يسهل ليك، راه كاين ما يدار. هذا ما كان
هو جملة أخرى اللي نسيت ما قلتش، واش يا اخوانا كيبنوا السيمو لايف راه فهمتي، هو الإله ديال الأرباح، راه ما كايناش هاد القضية هادي. راه كثر ديال صحابي كيربحوا أكثر مني، والأكثر ديال الناس اللي كنعرفهم اللي خدامين في الطل اللي ما تعرفهمش أنت ولا عمر سمع لهم شي واحد، كنظل نتقهوى أنا وياهم تيجيو عند جلد تايلوند وكنريحوا، ما عمري بوستيت تصويرة راني معاهم ولا عمر بانوا ولا حتى حاجة، تيربحوا أكثر مني. وكما قلت فواحد اسمه، حنا ماشي في سباق 100 متر كنتسابق معاهم، وانا اللي كنت كنبان راه كنبان بواحد الهدف ديال باش تنتشر الثقافه هادي، لان لا ما بنتش انا وما بانش هو، راه ما تكون حتى حاجه في الاخر. وهذا هو السبب ديال هاد اللايف وهاد الشيء وسميتو. دابا الحمد لله راه ولاو الاخوان بزاف، اللي كنت مضطر اني نبان كنت مضطر في 2012 و13 و14، الحمد لله بداو يبان الاخوان 15 ولاو الاخوان كثار، 16 دابا الاخوان الحمد لله كثار، 16 صافي 3 ساعات كيما قلت، شهر 12 راه ناوي هاد البروفيل هذا غادي ديكونيكتا منو غادي ننساه. ثانكس فور تشينجينغ ماي لايف. مرحبا اخويا، شوف الله يسخرك اخويا، الله يسخر ناس اخرين حتى هما يشونجيو حياتهم، هذا هو الهدف ديال اللايف. الله يحفظك على مجهوداتك معانا اخويا. الجزاء فهمتي، الجزاء تخلصت فيه راه الله تيخلص فهمتي، او اللي كيعطيك ياخذ. وانا عارف شحال خديت، لان المعلومات اللي كتجيني غير بالمناسبه الاخوان، من نهار درت السيمو لايف شحال ديال الناس عرفت، راه هما ديال البشر عرفت. الناس اللي ما عمرك كان ممكن غادي نعرفهم من اقطار المغرب كامل ومن العالم كامل او مغاربه في العالم كامل عرفتهم. وخليني من الناس ميتو، خليني من الناس ديال الانترنت ماركتينغ، راه ماشي الانترنت ماركتينغ هو العالم، حنا راه واحد الفئه صغيره. كتلقى مثلا مدير ديال شركه في المانيا مغربي كونتاكتيك، جا عندك دوز عطله في تايلاند وتلاقيتي بيه وكذا، وقعت العلاقه مزيانه وخدمتو دي كومبين من بعد، بزاف د الحوايج دارو، العلاقات هما كلشي، والعلاقات اللي استفاد عاد زيد العلاقات فهمتي. خلاص كان اهم، خلاص اهم، خلاص خديتو من هاد السيمو لايف هذا هو العلاقات بالدرجه الاولى. حاجه اخرى ستيتس، لان العلاقات حتى هما العلاقات كيخلوك انك راه كاين في كاع الشركات، كنحتاج نعرف شي رقم في شي شركه، راه كنكونتاكتي فلان نقول ليه فلان انت خدام تمايا شحال كدير الشركه الفلانيه فلان، وعاد بزاف ديال الحوايج كيجوك بالعلاقات. دونك الحمد لله تخلصت وعطيت تاخد، هادشي اللي كنامن راه كتعطي كتاخد، امبوسيبل الاخوان تعطي غير الاخوان اللي كنتمنى منهم يحيدوا ديك العقليه ديال راه عطيتو خاصو يعطيني دابا ما تسناش هكا، ها عطي دابا وتسنى راه دابا تجيك من جهه اخرى، ولا عطي الشر دابا وغادي تجيك من جهه اخرى، وحتى في الجوج تا الشر حتى هو عطيه دابا وغادي تجيك من جهه اخرى. يقدر تشمت شي واحد وتدي له رزقه دابا وتقول والله الا شمتو، مي تسنى الضربه غادي تجيك من جهه اخرى ماشي من عند هذاك، لاباس الا جاتك من عند هذاك الحمد لله، لا ماشي بلاصه اللي ما توقعهاش، ما احسن نخدم بوحدي ولا ايكيب. خويا ندويلك على الواقع التجربه ديالي بوحدي، كنت خاصني نبقى جالس قدام البيسي نهار كامل ونجلس نحفر. دابا التيم الحمد لله هز عليا بزاف ديال الحوايج، وبلوس ولا كنخدمو دي كومبين كثر، شحال هادي ممكن نخدم جوج ثلاثه د لي كومبين اللي خدمتهم درنا راسي في الاخر النهار بيان سو، هادشي بعد ما خدمت سنين ماشي ملي كنت في عمري 20 21 22 عام، ديك الساعه كان عندي الجهد. كنت كنخدم 14 16 ساعه في النهار و 22 23 24 حتى هي باقي فهمتي باقي الجد. دابا واخا لا راه نكونوا واقعيين بان راه الواحد من كثرة الخدمه ما كيبقاش نفس الجد. دابا راه جالسين انا ومحمود فتحي، حتى هو بيان سور كان تيخدم 14 16 ساعه في النهار في البدايه ديالو، حتى هو السي بي ا، دابا حتى هو بيان سور عنده تيم فيها 56 واحد، عنده شركه قسما بالله اللي جالسين في امريكا انا وياه، ويدوز واحد الكتابه قدامنا ويقول لي الله يحفظك قرا لي ديك الكتابه باغي نسجلها في التليفون ديالي، قلت ليه لقيتيني كنشوف فيها حتى انا كنحاول نقراها، شوف كيمشي كتعيا فهمتي، بزاف الحوايج داك الجد وديك ما فهمتي ما تيبقاش داك الجد على الواحد فهمتي، يخدم ويعرف بلي راه ساعته ملي جيت سالي راه جاي ويخدم لذاك النار. دابا التيم الحمد لله خدامين، كيخدموا اكثر من جوج ثلاثه ديال لي كومبين اللي كنت كنخدم، تيخدموا كثار كيتيستيو كثار تيسهروا على داكشي كثار فهمتي، هازين الدق مزيان الله يسخر لهم. ولكن واش سالت تلقى شي تيم تيق فيه شي ناس تيق فيهم؟ ما صعيب في الدول العربيه صعيب،
هما فيليبينيين على فكره، فيليبينيين كاملين، ما كرهتش يكونوا تايلانديين، ما كرهتش والله ما كرهت، لان التايلانديين اطيب ناس في العالم، اطيب اطيب ناس ممكن تعيش معاهم. تصور ان الانسان التايلاندي مكلاصي حتى شي حاجه في الاول في العالم، مكلاصي في حاجه وحده، مكلاصي ان الانسان اللي كتعطيه شي حاجه خايبه ما يحتاج، ما يحتاج مثلا عطيتو شي ماكله خايبه غادي ليا وتجي ياكلها ويمشي بحال وما يبقاش يرجع عندي، ولكن ما يقولش لي لا هادشي خايب هادشي ما حملتوش غير داك تاع وتجي لي الهراج واتصالات عيانه والمشاكل ما تيحتاج. انسان ظريف لواحد الدرجه، ما كرهتش يكونوا تايلانديين والله ما كره، ولكن التايلانديين للاسف اللغه ما عندهمش، ما ما التايلاندي ما تستعمرش في حياته، ما تستعمرش، ما عمرش استعمار جا، ما بغاش يتعلم لونجلي، قليل اللي فيهم يعلم لونجلي غير هوايه بغيت يتعلمها، اما الشعب ما مسوقش كاع ما بغاش يتعلم لونجلي، دونك انا اضطريت نتعلم التايلاندي باش نكومينيكي معاه، دونك ما يمكنش يخدموا معايا في السب، دونك على مريكريتي الفلبينيين، الفلبينيين لونجلي الشعب كامل تيقرا، الشعب كامل فهمتي، الشعب الاغلبيه تيدوي لونجلي، هذه الميزه ديال الفلبينيين، والفلبينيين حتى هما الله يعمرها دار وباغي يخدم وباغي تخلصوا حاجه وحده، باغي تخلصوا في راس الشهر وتحتار مع راس الشهر. كما قلت تايلاند حسن ما الله غالب، اللغه ما كايناش، كيفاش كتعامل مع تنظيم الوقت باش ما يجيكش الاكتئاب من استعمال مفرط من الحاسوب. خويا الاكتئاب، الاكتئاب غادي يكون كيجيك ما عرفتش، الاكتئاب قصه ما عندي معاها من زمان، ما شفت الاكتئاب، الاكتئاب شفته ملي كنت عايش في المغرب، ماشي يجيني الاكتئاب، يجيني جد تاع موت الاكتئاب، تا هو يجي الاكتئاب با مو جدو تا هما يجيو كاملين. خويا نقدر نقول لك ان عايشين هنا تا حاجه اخرى ديال الملل ما تيجيش، لان هنا باقى الحياه، باقى الحياه، ودا صحابنا اش كيجيو عندنا، تيجيو عندنا لانهم كيملوا تيجيو يزورونا. خويا حاجه واحده اللي نقدر ننصحك، الا كنتي كتنوض مع الخمسه د الصباح، الا كنتي تنوض مع الخمسه د الصباح وخرجت، اهم حاجه، اهم حاجه بعد داك الاكتئاب الاخوان هي هذه المشاقي في هذا، هذا التليفون دابا داير فيه اللايف، وهذا التليفون، وهذا التليفون هادو كاملين الاخوان كنتيستو فيهم الموبايل ابليكيشن باش كنتيستو على كاع السايز بالمناسبه. وباقي عندي السامسونج جالاكسي صغير في البيت الاخر كنتيستو الابليكاسيون كنتيستو على كاع، وكما قلت لك كيجي من الحاسوب، كلما كتركز في التكنولوجيا بزاف وتولي عقلك كيخدم بزاف وهادشي تقلد بواحد اللايف كيولي كيجيك الاكتئاب، لان انت راه اش محتاج، انت محتاج تعيش في مترو على مترو وتعرف الاخبار اللي طاريه حداك، تحتاج هادشي فاش محتاج تعيش، وراه احمد مرض وراه خاصنا نمشيو نزورو، هذا هو قمه الاخبار اللي ممكن تاثر فيك، ولا الوالد ديالك مرض وخاص تمشي تجيب ليه الدواء من الفرماسيه. ولكن دابا مع التكنولوجيا الحديثه وبنادم ولا كيدخل في شي شبوق لا علاقه، العراق طاريه فيه وانا مالي مع العراق، واوغندا اليوم انا طفى واحد الجماعه وانا مالي مع اوغندا، وطوغو طاريه فيها، المانيا طاريه فيها، فرنسا طاريه فيها، واش داكشي كيأثر عليك؟ ما كيأثر عليك حتى حاجه، ولكن الناس ولات تدخل في شي شبوق ما عندها ما دير بها، وما كتعرفش بلي الدماغ ديالك كيفقد التركيز، الدماغ ديالك تولي تفكر في فرنسا والمانيا وهنا 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 وهنا، كيركز في حوايج بزاف وما كتبقاش تعرف تركز في الخدمه، وابخي كيجيك الاكتئاب لان اكثر الاخبار سلبيه. ما تيقولش لك راه العراق اليوم ربحوا كاس العالم، ولا مثلا راه العراق ثلاثه ديال العلماء وواحد خطا جائزه نوبل والثاني تم تتويجه من احسن عالم في الدول العربيه والثالث خدا واحد الجائزه في المانيا، ما كاينش بحال الاخبار هادي، واخا كاع تكون ما يقولوهاش فهمتي، ما دونك بعد على الاخبار، بعد على تبدا النهار ديالك، النهار ديالك لان بديت النهار هي اللي كتحكم لك على النهار، وكما شفتوا الاخوان بدلنا اللايف هي على قبل شويه ما بغيتش نبقى تنوض تنضربها بجريه واحد الساعه كندير اللايف، لا انا ما بغاش نطلع التكنولوجيا ثلاثه السوايع ملي نوض ما نطلش على البيسي، ما عندي ما ندير لا باخبار حتى حاجه، نوض اخويا اجي بالمناسبه، اجي بالمناسبه تجربه حيه. الاخ فتحي ملي كنا في ميريكان مؤخرا دوزنا سيمانه بجوج، كان هو كينوض حتى لتسعود ديال الصباح كينزل ليفانت، من نوضه من نعاس تينزل ليفانت، انا كنوض مع 6 الصباح كنمشي كنخرج تنضرب دويره 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 حتى 8 كنجي كنفطر كنمشي انا وياه ليفانت، تقول لي مالك ناشط؟ صافا صاحبي راه كنت نطيب كريك كنت انت ناشط. واحد النهار قال اجي نتبع خونا هذا في حماقو، نوض معايا مع 6 الصباح، قال لي يلا فين غادي؟ قلت له غادي خارج ندور، فين غادي؟ تنتمشى نوضي نتمشى،
نوض مع الصباح ما تغسلش وجهك، والله ما كنغسل وجهي، شتي دوك اللايفات كامل الاخوان الا كان وجهي قايسوا الماء الله يعطيني العمى، وقسما بالله اللايفات كامل فايتين لا وجهي ما مغسولش. يعني نوض لبس بادريتك، لبس صندالتك، لبس اي حاجه وسير تمشى، تبقى تتمشى وفكر، فكر في حياتك، فكر في لا مواضيع اللي يجوك في الراس، نسى المشقوف البي سي، ونسى نسى كاع اي حاجه فيها الكترونيك فيسبوك، تنسى التلفازه، نسى. حاول تخلي واحد الساعه او مينيموم عاد رجع دوش، عاد بدا النهار ديالك، غادي يبدا النهار زوين، غتبدا النهار بهذا الشيء خير. مع وحاجه اخرى هي حاول تضرب اكثر ما ممكن. علاش مثلا خرجت ندير لايف مع برات زبط عليا الشتا، كنحاول الاخوان نهرب ما امكن من ربعه ديال اي حاجه في اربعه، البيستي حتى هو راه فهمتي بالشكل ديالو رباعي، مشاق في الشكل ديالو رباعي، البيت فاش قال الشكل ديالو رباعي، كليماتيزور الشكل ديالو رباعي، الطوموبيله الشكل ديالها رباعي، بعد على اي حاجه الشكل ديالها مكعب مربع بعد منا. فين تلقى راحتك؟ طبيعه، خرج للطبيعه. الكوركينغ سبيس عندنا واحد تنطلع للطبيعه، كتشد البيسي ديالك كتحلو، كتحلو قدام الطبيعه. افرق كبيره الاخوان في الخدمه ما بين خدام في الطبيعه وعيش اكثر ديال وقتك، حاول تعيشو في الطبيعه ودخل للدار ملي تكون باغي تنعس. هادشي اللي نقدر ننصح به. بيان سور هادشي ما كيتوفرش في لو ديبي، وحاجه اخرى هي الاكتئاب، ماشي اكتئاب خدم اخويا. اشياء كنحاول الاخوان نختصر الاسئله على قلاش اللي جيت ندوي لك بالتدقيق على البلانينغ النهار، شنو تحاول حتى لازم تعطل اللهم، وشويه جيت تطفى التليفون نجاوب على شي سؤال اخر جوج ما كتصليش؟ لا خويا بديت كنصلي، كنصلي الحمد لله، واخا ما واخا واخا اعد سؤال عندي، اعد سؤال عندي في حياتي هو واش كتصلي، عرفتي فريمون السؤال اللي كنكرهو واش كتصلي، وعد السؤال اخر شحال كتربح، هاد جوج اسئله تيساليو معايا. اخي اذا كنصلي ما كنصلي، وانا اصلا من 12 عام ما كنصليش حتى الله 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 نكون بديت الصلاه شي شهور هادي، ما كانت تفرق هذاك الشيء بينك وبين الله اخويا، راه ماشي لا صليت تنزل عليك النعمه من السماء، ما صليتش غادي تقطع عليك الواد، راه ما هذاك عمل ديال الاخره، الا ما كنتيش كتصلي تنجح في الدنيا ما تنجحش في الاخره، الواحد يحاول يوفق ما بين الدنيا والاخره. وما كنحملش الاخوان نجاوب على هذا السؤال كنصلي، ولكن ما كنحملش نجاوب على هذا السؤال ديال كنصلي، وما عنديش مع اللي خليتي بغي بين راسو التقوى وداك الشيء، راه كنصلي ولا نجي مثلا ندير لك شي تسبيحه هنايا، لا ما ما قاعده جوج اسئله عندي، واش كتصلي وشحال كتربح؟ اخويا حضرتيني اليوم وداك الشيء قلتو لي بالمزاح اخويا، بلوكيتك على حقيقه قلتي واش ممكن باغي نربح مليون دولار في نهار واحد، وفهمتي وانت اخويا تمزح، ولكن راه كتاثر في ناس اخرين، ناس اخرين فهمتي اللي تنتمنى تزرع عليه شي فكره ايجابيه يمشي يخدم عليها، ما تزرع عليه شي فكره سلبيه حتى هو فهمتي حتى هو يقول يقدر راه دار شي واحد ماشي ثاني نحاول نديره. تايلاند بحال تغازوت 17 منطقة سياحية، الطبيعة والبحر والناس الطوب. اخويا تكون جيتي هنايا راه هي راه شوف الناس 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 فريمون خاين الناس، الناس ما يتسرق لك لا موتور، ما تسرق لك بيكالا، ما يتسرق لك التليفون، ما الدار محلولة هي، دابا الدار ملي دخلت راه بقات محلولة، نسيت كاع ما سديتهاش ما عارف، والبيت مسدود عليه، يعني دابا جا الشفار طراق التلفازة مشى الله يهني، ما كاين ما كاين هذا السيناريو ما كاينش، علاه ما كنردش البال. اخوان غادي نقطع اللايف لان يمشي تطفى التليفون ولا شي حاجه وما نسيبوش هذا اللايف هذا، تنحاول نلقى شي اسئله لكثر، يا شكر 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 ما فهمتش. خويا سيمون ايميل ماركتينغ واش كاين برامج؟ لا خويا ايميل ماركتينغ ما تخدم جيت ريسبونس، تخدم اويبر جيت ريسبونس.com اويبر، اما برامج تبقى تصيب الناس اللي زعما هذاك كيتسمى سبام ماشي ايميل ماركتينغ. 1 مليون في النهار فكره سلبيه، وي خويا 1 مليون في النهار فكره سلبيه، على حقيتاش على حقيتاش غنقول لك ملي راه شوف راه في راسك الاخوان شحال كيضربوا في السوق المغربي ولا لا، ولينا كنحاولوا نديروا دوك الارقام هكا، وهاد واحد الله الا وصيه ديالي تنقول لهم الدراري
بلا ما تقولوا هاد الارقام. واش عمري قلت ارقام ديالي مؤخرا؟ شوف نهار كنت باجي كنت كندير وانا ربحت 10 مليون في شهر واحد، كيف ربحت 12000 دولار في شهر واحد من كليك بانك؟ كنت كنشارك. دابا ما بقاش داكشي كيتشارك، لان داكشي غير مستوعب وداكشي كيهرس. لان لجيت قلت لك صاحبي ندخل 10000 دولار في ساعه المكان، كيجي تقول لي انت ما عندكش الامكانيات لا العقل لا دي استوعب لا كيف، دونك كنهرسك ما كنبنيكش. ولكن الا جيت وريتك كيفاش تربح 500 دولار كنبنيك. وملي تربح 500 جيت تفكر في 1000 و2000 وديك الساعه بدات تستوعب. هلا ما بقيناش الاخوان كنشاركوا الارقام، وما جيت لقاني ما مشارك الارقام لا حتى حاجه، وما من 2015 قطعت الارقام ما اخويا ما تربحش انا كاع. هذاك الشيء نهار فهمتي كنت تربح في البدايات في 2012 و13 كنت كنبارطاجي، لان داك الشيء كان مستوعب. حاليا داك الشيء غير مستوعب، ما تهرس به الناس وزيدون، هو اصلا غير مستوعب. واحد وجوج علاش تجي تقول؟ دونك تقول لك باش نعيق عليك. هذه الحاجه الوحيده اللي كنت نقول لك الارباح ديالي هي نعيق عليك. الا كانت شي ارباح مستوعبه وان في يد اي واحد يديرها وكذا، بحال مثلا كتب داك الموضوع ديال كيف ربحت 12000 دولار من كليك بانك، جاوا الاخوان فاتوني فاتوا داك الرقم وداروه بنفس الطريقه وفاتوها. ولكن الاخ باش انت تكتب لي 1 مليون دولار في نهار واحد، فكره سلبيه. لان ملي نجي نقول لشي واحد فهمتي بحال شي واحد في الجوع وانا كناكل حدا همبرغر وما باغيش ندوقه وما باغيش نشارك معاه وما باغيش اسميتو، وما عندوش كيفاش داك الهامبرغر، ما عندوش كيفاش يجيبو، وما عندوش حتى شي ميثود كيفاش يجيبو، وانا كنغدد فيه وكنخليه فهمتي مثلا، ولا نكذب عليه فريمون. كاين هذا الرقم هذا يقدر يكون كذوب، والناس اللي كيديروه هما الناس بيل جيت وشكون اخر، بيل جيت وجورج ديال مول فيرجن ميغا ستور ودوك الطبقه هما اللي كيديروا هذا الرقم هذا. وفكره سلبيه فريمون. الواحد اللي جيتي انت الله باقي ساكن في المغرب وباقي الله باجي وباقي ساكن مع عائلتك وباقي مسكين درا الله باجي وتقول له هذا الرقم هذا كتهرس. بغيت تحفز الدراري قول لهم 500 دولار 1000 دولار 2000 دولار 10000 دولار في الشهر فهمتي، وفريمون تقول لي 10000 دولار واستقريت حتى راه بعد واحد 8 شهور الخدمه ولا بعد واحد 10 شهور الخدمه ولا بعد واحد عام الخدمه. واش عايش بوحدك؟ لا خويا ما عايش بوحدي وجامي تعيش بوحدك. و مالك اخويا لا تعيش بوحدك، فاك لا تعيش بوحدك. وكيفاش تكون الا عشتي بوحدك؟ كتجب لي تكون غولي قدر ما تعيش، ما تنصحش بها الاخوان. جامي تعيش بوحدك. البيريود ديال الجامعه تكون عندك الدراري صحاب كتكون عايش معاهم ابخي فهمتي. ما بغيت ندوي ولكن ما كنبغيش ندوي على حياتي الخاصه. انا ما عمرني غادي ندوي لك على امي، ما عمرني غادي ندوي لك على با، ما عمرني غادي ندوي لك على اختي. ما دويت عليها مره واحده قلت تتبيع في ايباي شحال هادي. ما عمرني غادي ندوي لك على اخويا، ما عمرني غادي ندوي لك على شكون عايش معايا فهمتي. مع من عايش، شنو داير حياتي الخاصه ما كنحاول نخليها بعيده فهمتي. لان شفت اخوان شاركوا الحياه ديالهم الخاصه طراو لهم مشاكل ونصحتهم قلت لهم لا الحياه ديالك الخاصه ما عمرت تشاركها. الهدف ديالك شنو؟ واش تفيد عباد الله؟ اجي اخويا نفيدك، نشارك معك شي معلومه نشارك معك شي معلومه هذا هو الهدف من اللايف ونشارك معك.